مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني كالعاده في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اتكلمنا معاكم امبارح في حاجات كتير مع النجم احمد عادل، اتكلمنا كمان عن اخبار النادي الاهلي في غينيا الاستوائيه، هنكمل كمان اخبارنا ونطمنكم على الفريق اول باول زي ما احنا متعودين مع حضراتكم. قبل ما اقول لكم الاخبار وقبل ما نجيب شريف شعبان على التليفون، تعالوا اقول لكم مباراه الاهلي في الدوري بعد القرعه اللي اجرتها اللجنه الخماسيه. مباراة الأهلي إن شاء الله الأسبوع الأول سموحة في الأهلي والأهلي في الإنتاج، الأسبوع الثاني الأسبوع الثالث أسوان والأهلي، طبعا أنتوا بقى عارفين ترتيب الأهلي والزمالك، الجونة والأهلي، الأسبوع الخامس الأسبوع السادس الأهلي والمصري، دجلة والأهلي، الأهلي وحرس الحدود، إسماعيلي وأهلي، أهلي اتحاد، المقصة والأهلي، الأسبوع ال 12 الأهلي وإف سي مصر، الأسبوع ال 13 الأهلي وطنطا، الأسبوع ال 14 مقاولين العرب والأهلي، الأسبوع ال 15 الأهلي وإنبي، بيراميدز والأهلي، الأهلي وطلائع الجيش. ده جدول النادي الأهلي في الدوري العام النسخة المقبلة إن شاء الله. شايفين ماتشات وشايفين الدوري وشايفين الدنيا ما بقتش سهلة زي الأول في كل الأحوال، عشان كده اتكلمت معاكم امبارح في العقوبات اللي طلعتها اللجنه الخماسيه على او بعد مباراه الزمالك وبيراميدز، واتكلمت على قد ايه دور الجماهير الاهلاويه مهم جدا جدا جدا، واللي ما بيشوفش يشوف قد ايه النادي الاهلي وجماهيره او جماهير النادي الاهلي فرقت في اداء النادي الاهلي في المواسم اللي فاتت. مباريات كانت بتلعب من غيركم بلا طعم بلا روح بلا اي حاجه، الدوافع اللي بتدوها حضراتكم للاعبين ما ينفعش اي حد يديها لهم غيركم. قلت قبل كده وبكرر وبعيد وافضل اقول لغايه يعني لما ربنا يدينا العمر، ان الجماهير بتطلع من اللعيب حاجه استحاله اي مدرب لو مين حتى مش هيطلعها من اللعيب. لما بتنداوا اللعيبه في المدرجات، لما بتسخنوا على اللعيبه في المدرجات، لما بتسخنوا اللعيبه في المدرجات، الموضوع بيبقى مختلف تماما عن اي دفعه معنويه حد تاني بيديها لهم. عشان كده بقول لكم دوركم مهم جدا. شايفين المباريات عامله ازاي؟ عندنا افريقيا، عندنا بطولات كتير جدا، مش عايزين نخسركم، مش عايزين نروح لدوامه ان حد يزقنا او حد يسخننا. اظن ان احنا عدينا المراحل دي من زمان قوي، وخلينا دايما باصين للمستوى بتاعنا زي ما اتفقت انا وحضراتكم امبارح، بلاش نهتم لاي حاجه تحتنا خالص، مش لازم نوطي رقبتنا ونبص، خلينا دايما في مستوانا نبص وما نزعلش من اي حاجه خالص طالما الموضوع مش شاغلنا لا من قريب ولا من بعيد. هنسمع تصريحات وسمعنا تصريحات كلها تصريحات استفزازيه، عايزين نبعد عن الموضوع ده خالص، عايزين نطلع كل الطاقات اللي جوانا. انا عارف انتم ممكن تهدوا الدنيا اساسا، لكن هدوها وانتم بتشجعوا فرقتكم بس، مش عايزين نخسركم، ودي حقيقه مش كلام، والله العظيم ما كلام. فعلا محتاجين لكل واحد فيكم، وعايزين جماهير ترجع تملى الدنيا تاني. جماهير نادي الاهلي غير اي جماهير، مع احترامي لكل الجماهير في كل الدنيا، لكن جماهير نادي الاهلي غير اي جماهير. ممكن نادي تاني مش فارق معاه جماهيره ايا كان اسمه ايه يشتموا بقى. عشان كده كنت بقول كان لازم العقوبات تبقى مغلظه قوي بحيث ان احنا نحافظ على جماهيرنا، جماهير كلها، لكن احنا كاهلاويه ما عندناش استعداد ان احنا نفقد اي واحد فيكم في المدرجات، عايزين كلنا نرجع تاني نتلم ونرجع للاهلي اللي كان بيخوف بجمهوره، اللي كان الناس بتيجي تترعب من جمهوره، اللي يقول لك استاد الرعب من جماهير نادي الاهلي. فاكرين ولا نفكر؟ اظن حضراتكم عارفين، مش عايزين اي حد، اي كائن، كائن هنا، كائن فضائي، كائن مش عارف عايش فين، مش عايزين اي حد يسخننا، مش عايزين اي حد ياخدنا يستدرجنا لحته مش بتاعتنا خالص، عايزين كلنا نتلم حوالين فرقتنا وحوالين نادينا، وان شاء الله نرجع احسن من الاول بكتير كمان. تعالوا اقول لكم يلا اخبار النادي الاهلي لغايه لما يجي لنا شريف شعبان عشان يطمنا على التدريب اللي اقيم منذ قليل. جهزوا لنا يلا رجاله شريف شعبان. الاهلي بيتدرب على ملعب المباراه اليوم وبكره، يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ كان استاذن من او خد اذن المسؤولين النادي كانوا سبورت الغيني علشان نتمرن على الملعب اللي نجلته طبيعيه النهارده وبكره ان شاء الله قبل المباراه اللي هتقام في الخامسه مساء بتوقيت غينيا والسادسه مساء بتوقيت القاهره باذن الله. كل التمنيات بالفوز للنادي الاهلي واداء عرض مقنع وممتع باذن الله، يعني في ظل التغييرات الجديدة في الجهاز الفني إن شاء الله يظهر على أحسن ما يكون زي ما احنا متوقعين وأكتر بكتير كمان. قلت لحضراتكم أن الكابتن سيد عبد الحفيظ كان تفاوض مع مسؤولي نادي الغيني بعد أن احنا اتمرنا طبعا في ملعب نجيل صناعي، عايزين نتمرن في الملعب نجيل طبيعي، والناس طبعا أبدوا موافقتهم ودي حاجة كويسة جدا جدا جدا.
كمان سيد عبد الحفيظ مدير الكره او كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيقول البدايه قويه في الدوري وتركيزنا الان على كيانو سبورت. طبعا كلام عقلاني جدا، مش عايزين بقى نشغل نفسنا بالدوري بمبارياته، وان البطوله الافريقيه ليها اولويه مميزه عند جماهير النادي الاهلي. علشان كده شايفين طبعا كان تدريب ده، اعتقد ده كان تدريب الخفيف بعد الوصول في اي ملعب او اي نجيله طبيعيه احسن بكتير من ان انت تتمرن في نجيله صناعي. كابتن سيد نرجع تاني للخبر بتاعنا، بيتكلم ان احنا تركيزنا كله على مباراة افريقيا يوم السبت ان شاء الله كانوا سبورت. بعد ما نخلص مباراة افريقيا نبدأ نبص المباراة اللي بعدها، ودي عادة النادي الاهلي ان هو بيبص مباراة بمباراة. تخلص ماتش نبص على الماتش اللي بعديه، مباراة السوبر مش عايزين نتكلم فيها اصلا لغاية لما تيجي وقتها. كل المباريات مهمة عندنا، افريقيا عايزين نستعيد العرش الافريقي، وان شاء الله ان شاء الله نستعيده مرة تانية أو مرة تسعة. كان كل الكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص الكلام اللي أنا اتكلمته مع حضراتكم كده عامة، يعني إن احنا نركز بقى في مباراة كانو سبورت، عندنا مباراة مهمة، عندنا البطولة الأفريقية بطولة مهمة جدا وقوية جدا، ومطلب الجماهير الأهلاوية ومطلب النادي الأهلي كمان وإدارته. عشان كده خلينا ندي كل أولوياتنا للبطولة الأفريقية، بعد كده نشوف جدول الدوري العام ونشوف مباراة السوبر بإذن الله. الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة بيشكر رجال المقاولون العرب. مش غريبة بصراحة على رجال المقاولين العرب كلهم في أي مكان، دايما بيساندوا النادي الأهلي في أي معسكر أو أي دولة هو بيروحها بيكون متواجد فيها المقاولين. علشان كده كان الأستاذ طارق قنديل كان حريص جدا على شكرهم شكر جزيل. مهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولين العرب اللي أصدر تعليماته للمهندس علاء عامر مدير مكتب الشركة بغنية، وسيد أدم مدير المالي القيام ببذل كل الجهود من أجل راحة البعثة منذ وصولها إلى مطار ملبو. ده كان نص الخبر. كمان أكدوا كمان بعثة النادي الأهلي إن الأمر مش غريب على شركة المقاولين العرب، زي ما اتكلمت مع حضراتكم إحدى القلاع الوطنية الكبيرة. قلت لكم امبارح كمان ان ديانج وجيراودو انتظموا خلاص او وصلوا للمعسكر، وانتظموا النهارده في المران المسائي للنادي الاهلي، وليهم كمان يعني فيلر حط لهم برنامج تدريب خاص، برنامج بهدفه الاستشفاء. انتوا عارفين هم راجعين من مباريات دوليه، كان البرنامج ده هدفه الاستشفاء. تمام. كمان فايلر بيحدد البرنامج الغذائي للاعيبي النادي الاهلي في غينيا الاستوائيه، طبعا مش هو اللي بيحدده، هو طبعا بيشوف اخصائي التغذيه اللي هو الدكتور هاني وهبه مع الشيف محمد الدالي المرافق لبعثه النادي الاهلي في غينيا الاستوائيه، بيقعد يشوف اللعيبه هتاكل ايه، هتشرب ايه، شكل الاكل ايه، ايه اللي ممكن نعمله يا دكتور، ممكن نعمل كذا وممكن نعمل كذا، مفيد للعضلات، مفيد للاستشفاء. الاكل، الاكل بقى مهم جدا وعنصر اساسي في لعبه كره القدم، بقى طبعا لازم يبقى فيه اهتمام من كل الانديه. طبعا النادي الاهلي طبعا بيدي اولويات لكل الجديد في كل حاجه تمس كره القدم. سعد سمير ومحمد محمود نجوم النادي الاهلي، تدريبات تاهيليه مكثفه للثنائي تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز في التتش. عارفين محمد محمود لعيب كبير جدا، سعد سمير لما بيركز بقى لعيب عالي جدا جدا، بتبقى انت مطمن، وسعد سمير في الفورمه بتاعته مع بقيه نجوم الفريق. كمان محمد محمود كل الناس مستنيه ظهوره مره تانية بعد الاصابه اللعينه اللي كانت في الرباط الصليبي لهذا النجم، ان شاء الله يعود ويعود بقوه اكتر مما كان عليه. كمان نجم كريم ندفد نجم النادي الاهلي بيؤدي تدريبات ايضا استشفائيه، وكان في جلسه في الجيم تحت قياده كابتن طارق عبد العزيز ايضا في ملعب التتش. عارفين ان كريم كان جاله غضروف وخضع لجراحه في المانيا، ان شاء الله يرجع ويرجع بسرعه جدا جدا. تداعيات قرعه الدوري، انطلاق الدوري رسميا خلاص يوم 21 سبتمبر، الاهلي يواجه الزمالك في الاسبوع الرابع. مش عايزين نشغل نفسنا بالكلام ده زي ما اتفقنا مع حضراتكم، عايزين نتكلم ان احنا عندنا مباراه يوم السبت المقبل ان شاء الله، عايزين نركز او نديها كل الاهتمام، وده اللي بيعمله النادي الاهلي وبيعمله كابتن سيد عبد الحفيظ مع فايلر مدير الفني السويسري للنادي الاهلي، ده اللي بنتكلم فيه. عندنا الاسبوع الرابع بقى اهلي زمالك، عندنا الاسبوع التاسع مش عارف مين، كل الانديه ليها احترامها وتقديرها، وكل المباريات صعبه مفيش مباراه سهله. عشان كده دايما وباكد وبعيد عليكم، محتاجينكم جدا جدا جدا، خصوصا بعد ما اللجنه الخماسيه بعتت جواب للامن ان هم عايزين الملعب كله يبقى مليان بالجماهير، وفي انتظار رد الأمن على خطاب اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.
عايزين الملاعب تتزين بالجماهير المصرية، فتخيلوا بقى لما تتزين بجماهير النادي الأهلي يبقى شكلكم عامل ازاي، وتخلوا اللعيبة تنزل تاكل النجيلة زي ما كنا بنعمل ونرعب الفرق التانية من جماهيرنا. خلاص استقروا ان هيبدا الموسم في 21 سبتمبر، وقلت لكم القرعه بتاعه النادي الاهلي والدوري مباريات النادي الاهلي هعيدها عليكم قبل ما انهي معاكم الاخبار. 18 فريق بيشاركوا في الدوري هذا الموسم، اهلي زمالك اسماعيلي بيراميدز مصري اتحاد سكنتري طنطا جونه مقاولين طلائع الجيش انتاج الحربي اسواني في سي مصر مصر المقاصه حرس الحدود سموحه وامبي، والنادي ال 18 هو نادي وادي دجله. الاهلي والزمالك طبعا اكثر الانديه مشاركه في تاريخ الدوري المصري، 48 49 انطلق الدوري المصري في النسخه ال 42 ان شاء الله للنادي الاهلي. حسام الزناتي بيقول اعلان مواعيد وملاعب مباريات الدور الاول هيكون خلال 48 ساعه على خير ان شاء الله. حسام الزناتي مدير لجنه المسابقات واللي كلنا بنامل منه الجديد ان شاء الله في لجنه المسابقات باتحاد الكره، قال انه سيتم اعلان مواعيد وملاعب مباريات الدور الاول كاملا خلال 48 ساعه. قال كمان انه قبل نهايه الدور الاول سيتم اعلان مواعيد وملاعب الدور الثاني. ماشي مفيش مشكله. اتحاد الكرة الخبر اللي كنت بكلمكم فيه بيقول طلبنا إقامة مباراة السوبر في القاهرة أو الإسكندرية بحضور جماهيري كامل. كلام مهم قوي يا جماعة، حضور جماهيري كامل ده اللي طلبه أو طلبته اللجنة الخماسية اللي بتقود اتحاد الكرة أو بتدير اتحاد الكرة في الفترة المقبلة. بيقول إن احنا عايزين حضور جماهيري كامل وال أمر في إيد الأمن سواء بالموافقة أو الرفض أو تحديد العدد، نفسنا الجماهير ترجع بس كان نفسنا العقوبات تبقى أشد وأشد كمان علشان مفيش حد يخرج عن النص. قلنا إن احنا ماشيين مع سياسة الدولة بنحاول نحترم الدنيا كلها بنحاول نحافظ على التواجد الجماهيري، نفسنا الجماهير ترجع تاني، نفسنا الدنيا تستقر في الملاعب المصرية، لكن يعني شفنا وللأسف الشديد شفنا ومش عايزين نتكلم في اللي شفناه وسمعناه ومش عايزين نعلق كمان، هو أنا تحديدا كمان مش عايز أعلق. خبر مهم فعلا ان الجماهير ترجع والكلام ده يبقى اتحاد الكره ان شاء الله ترجع وتنور للسادات مره ثانيه. اتحاد الكره بيكشف مصير تأجيلات الدوري بسبب بطولات افريقيا، واعتقد ان دي كمان نقطه مهمه جدا. قال ان هو هيكون في اربع ايام قبل اي مباراه في الدوري لو عندك ارتباطات افريقيه، الكلام ده لو بره مصر، لو جوه مصر هيكون في 3 ايام راحه قبل المباراه، ده مهم جدا جدا، 4 ايام لو المباراه بره مصر و3 ايام لو المباراه جوه مصر. حاضر. كمان بيشارك الاهلي والزمالك، خلاص احنا قلنا الكلام ده في البطوله الافريقيه، الاهلي الحمد لله متعود ان هو يشارك في البطوله الافريقيه على طول ان شاء الله على خير. كمان بيراميدز والمصري في بطوله الكونفدراليه، كل التوفيق للنادي المصري عنده مباراه في بطوله الكونفدراليه. كمان الزناتي قال انه في حاله تاهل الفرق المصريه للدور قبل النهائي او النهائي ستتم زياده الفتره الى 5 ايام، كلام واضح يا جماعه للجميع، 3 ايام لو المباراه جوه القاهره، مفيش في الثلاث ايام دولت ماتشات، 4 ايام لو المباراه خارج القاهره، و5 ايام لو وصلنا للادوار النهائيه، وان شاء الله نوصل على خير باذن الله. السموحه عن مواجهه الاهلي كاتب على موقعه الرسمي وحسابه الرسمي يا ساتر يا رب. احنا كمان يا جماعه سموحه فريق كبير جدا، فريق تقيل جدا، كمان احنا يعني كل مباراه مهمه جدا، فريق سموحه فريق صعب قوي، وكمان سيد عبد الحفيظ قال ان اول مباراه في الدوري مباراه صعبه جدا. ده كان موقع سموحه طبعا على سبيل الهزار، نادي سموحه فريق كبير وبيضم عناصر مميزه، فريق كمان بقى ليه شكل مميز في الدوري العام، عشان كده هو يعني طبعا دي على سبيل الهزار، لكن احنا كمان متخوفين جدا من كل اللقاءات في الدوري. كمان مباراه سموحه فريق كبير في اول مباراه، سيد عبد الحفيظ مدير الكره قال مباراه صعبه جدا. قبل ما نروح لصلاح ولاعب الشرط تعالوا ناخد زميل عزيز شريف شعبان عشان يطمنا على كل ما جرى في التدريب النهارده. شريف شعبان زميل عزيز اهلا بيك ودايما منور قناه الاهلي. انا بكتب لك تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. سامعك كويس؟ تمام سامعك كويس. يمكن
يمكن احنا في اجواء يمكن بلد جميله جدا على وهي خلابه جنه الارض، يعني جنه الارض زي ما بيقولوا، يعني جبال طبيعيه وحاجات طبيعيه بجد. هنا الجو كويس جدا، بنشوف فواصل الشتاء كلها. يمكن دخلنا البلد الهنيا الاستوائيه كان في امطار مع رطوبه عاليه جدا، يمكن بعد الساعه 4 العصر كده اهوت 5 توقيت القاهره بيبقى الجو بيبدا يبقى كويس. طبعا المباراه هتكون باذن الله يوم السبت الساعه 5 توقيت غينيا، 6 بتوقيت تمام. يوم النادي الاهلي النهارده يمكن الاهلي يبتدي يومه من الساعه 8 والنصف صباحا، بيكون الفطار بيكون الغداء الساعه 1 الظهر، الساعه 4 بالتحديد النهارده كان في محاضره مع اللاعبين حوالي نص ساعه اتكلم فيها مستر فايلر عن مباراه السبت، والساعه 4 ونص اتحركت من الفندق اللي بيقيم فيه بقى اللي بيبعد عن المطرحه بيبعد عن الاستاد حوالي 10 واحد. تحديد التمرين كان في الخامسه مساء، مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والمدير الاداري الكابتن سمير عدلي والكابتن ماهر يمكن يقوموا بمجهود كبار قدروا يحصلوا على استثناء ان الاهلي يتمرن النهارده وبكره، مش بكره بس، النهارده وبكره على الاستاد اللي هيقام عليه المباراه. بسام كان تمرين الاهلي الاول على الاستاد منذ قريب، يمكن ده احنا لسه راجعين الى فندق الاقامه منذ حوالي 3 4 دقائق. النهارده مستر فايلر كان مركز على الشغل اللي هيبدا بيه او التشكيل اللي ممكن يلعب بيه مباراه كام سبورت يوم السبت. الاربعه المحترفين النهارده انضموا للفرقه، 2 منهم شاركوا، معلول شارك وديانج، لكن ازارو ما شاركش باذن الله هيشارك، جيلاردو ما شاركش باذن الله هيشارك. يمكن هنا الاجواء كلها يعني تمتاز بالهدوء الصمت الكبير جدا داخل البلاد. يمكن زي ما قلت لك النادي الاهلي لسه راجع الفندق، هينزلوا يتعشوا الساعه 7:30 ده يوم النادي الاهلي. بعد العشاء على طول هياخد المعلومه النوم علشان يبقى الفطار الساعه 8:30 لازم يصحوا بدري طبعا. معاك رايح تستر كابتن ميدو اكيد شريف، يعني الدنيا كلها مركزه، كله يعني حاطط النصر والاداء والاقناع والنتيجه طبعا كله قدام عينيه، عايزين نعمل اداء ممتع. عايز اكيد فايلر عايز يعبر عن نفسه في اول مباراه رسميه للنادي الاهلي يتولاها افريقيا كمان، اكيد كله عايز يقول الاهلي ان شاء الله راجع وراجع بقوه كمان. عشان كده في الصور وفي الفيديوهات اللي بنشوفها هنا في القناه كل اللعيبه مركزه، كله يعني بيبتسم ابتسامه الثقه والتركيز في نفس الوقت. تمام، لكن ميدو هو الراجل طلب اللاعبين بالتركيز فقط في مباراه كام سبورت، عدم الحديث نهائيا عن مباراه السوبر، التركيز ثم التركيز في مباراه كام سبورت، تقديم عرض قوي قبل النتيجه، تقديم عرض قوي قبل النتيجه. الراجل النهارده الشغل اللي اشتغل بيه النهارده في الملعب كان حريص جدا، الراجل عامل التقسيم اللي هيلعب بيها باذن الله ما قدامه الفرقه الثانيه اللي بتلعب يعني الاحتياطيين او اللي هيبقى خارج ال 18 قدامه من الناحيه ال 11 و 11، وقف التمرين كذا مره وتقسيم كذا مره علشان خاطر يبقى في اللعيب ما يتصل بالكوره كتير، عاوز الباص يخرج كويس، عاوز اللي يبقى في تحركات من اللاعبين، ما حدش يباص ويفضل واقف، عاوز اللعيب اللي يباصي يتحرك، اللعيبه كلها تاخد اماكن، اللعيبه كلها تظهر الكوره ما تستخباش ورا الكوره. النهارده التمرين لفتت انتباهي وفتت انتباهي، بيهتم بادق ادق التفاصيل، بيهتم بالاكل، بيهتم بالاقامه، بيهتم بالملعب، بيهتم بكل حاجه، بيسايب كل حاجه لظروف، بيقعد مع الجهاز معاهم كتير جدا، بيتفرج على النادي الاهلي اكتر، يعني بيتفرج على لعيبه النادي الاهلي كلهم. النهارده الاربع لاعبين اللي موجودين النهارده يمكن اول مره يشوفوا النهارده في الملعب، شاف النهارده 2، شاف النهارده يانج، وشاف النهارده معلول. فالراجل بيحاول يتعرف على كل كبيره وصغيره. وبالمناسبه ملعب المباراه يمكن الارضيه الى حد ما جيده جدا جدا جدا، ويمكن نوع النجيله هو اللي مختلف شويه، نوع النجيله يمكن جديد علينا ما شفناهوش. انا شفته مثلا من حوالي سنتين في ملعب الزرقاء في مصر، نجيله تخينه كده غريبه شويه ولكن مستويه، ما فيهاش نور، ما فيهاش حفر، منظر الجبال حوالين الاستاد مشهد ولا اروع ولا اجمل. باذن الله كلها اجواء لا تساعد لاعبي النادي الاهلي على الفوز، وانا بطمنك وبطمن الخسر والله العظيم ما تضخيم الراجل ولا حاجه، اي حاجه انه بيتكلم وقت بيتكلم تمارين ارض الملعب وقف الباس. لا انا مش سامعك. اوكي
وكان بيتكلم على فايلر. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان، دايما مميز وطبعا غطى التمرين. مش هنتكلم طبعا في حاجات فنيه كتيره جدا مع ان الموضوع طبعا بعيد، يعني مش هيسمعونا ولا الكلام ده كله، لكن حفاظا على سريه التمرين زي ما هم فرضنا. مش هنتكلم في اي حاجه ولا سالته اي حاجه فنيه ولا ايه اللي حصل في التدريب بالظبط. كل الاخبار او كل اللي ركزنا عليه لكل لعيبه مركزه، كله عايز يعمل مباراه كبيره وكمان مباراه مقنعه مع المدير الفني اللي بيهتم بادق التفاصيل على حد قول شريف شعبان، ودي حاجه دايما مؤشر للنجاح. تعالى كمل اخبارنا بسرعه. صلاح لاعب الشهر في ليفربول، اختير لاعب الشهر ان شاء الله يفضل كل شهر صلاح احسن لاعب في الدوري الانجليزي كمان مش ليفربول بس. صلاح قال الفوز بالمباريات اهم من الجوائز الفرديه. دي كانت اخبارنا. بعيد عليكم مره ثانيه، مش عايزين نروح بعيد، مش عايزين حد ياخدنا لمكان تاني خالص. كله دلوقتي تصريحات غريبة جدا بنسمعها ملناش فيها خالص يا جماعة. عايزين نهتم ونحط فريقنا قدام عينينا، عايزين نرجع نملى المدرجات تاني. هقول لكم وأعيد وهكرر كل ما أطلع لغاية لما أشوفكم كده منورين للسادات، محدش ياخدنا في حتة تانية، محدش يعني تسمعوا التصريحات، يعني ناس بقى صغيرة ناس كبيرة تسمعوا التصريحات. خلينا مركزين على فرقتنا، عايزين جمهورنا يرجع يهز المدرجات زي زمان. خالد جد الله النجم الكبير نجم مصر والنادي الاهلي الكابتن الكبير الكابتن خالد جد الله في ضيافه الاهلي الليله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. نجوم كبيره، نجوم كبيره جدا في اسمائها وتاريخها، نجوم بنحرص هنا على قناه النادي الاهلي ان هم يكونوا ينوروا الاستوديو النادي الاهلي كمان، تشوفوهم وتعرفوا اخبارهم ونعرف كمان نصايحهم وشكل الدوري في عينيهم السنه اللي فاتت او السنه اللي جايه. الكابتن الكبير الكابتن خالد جد الله نجم مصر ونجم النادي الاهلي في ضيافه الاهلي الليله، منور الدنيا يا كابتن كالعاده. الله يخليك يا عبد الحميد، سعيد ان انا موجود معاك. طمنا عليك. والله الحمد لله انا كويس الحمد لله، تمام. كله تمام زي الحمد لله. الحمد لله. عندنا مواضيع كتير عايز اكلم حضرتك فيها. عندنا مباراة القادمة للنادي الاهلي، مباراة الاهلي وكانو سبورت في ذهاب الدور 32، عندنا قرعة الدوري اللي تمت بالفعل، افكر حضرتك والسادة المشاهدين بيها. الاسبوع الاول سموحة والاهلي، الاسبوع الثاني الاهلي والانتاج الحربي، الاسبوع الثالث اسوان والاهلي، الاهلي والزمالك، في الاسبوع الرابع الجونة والاهلي، والاهلي والمصري دجلة والاهلي، الاهلي والحرس الحدود، الاسماعيلي والاهلي، الاهلي والاتحاد، المقصة في الاهلي، الاهلي في اف سي مصر، والاهلي وطنطا، المقاولون العرب والاهلي، الاهلي وانبي، بيراميدز مع الاهلي، والاهلي وطلائع الجيش. دي مباراه النادي الاهلي. شفت حضرتك القرعه ازاي والاجواء اللي تمت فيها القرعه ازاي؟ هو يمكن اكتر حاجه تشدنا في القرعه طبعا هي اتعملت بشكل كويس بشكل محترم وشكل يمكن اول مره نشوفه، يعني يمكن المختلف عن السنين اللي فاتت. مش موجه، ودي من الحاجات اللي هي يعني انا جذبتني جدا، ان مثلا هنشوف مباراه الاهلي والزمالك في الاسبوع الرابع، والدوري فعلا لما تكون مباريات مش موجهه وفعلا تكون قرعه اي حد يلعب اي حد، هو ده يعني اللي بيأيد تطبيق مبدا الفير بلاي. جميل قوي. كل الفرق هتلاعب بعض سواء في الاول الفرق الجامده او في الوسط او في الاخر. احنا في الاخر نتمنى ان احنا نشوف دوري قوي ويكون مختلف عن السنه اللي فاتت، لان انا معلش انا اللي لي راي يمكن يكون مختلف شويه. الدوري السنه اللي فاتت يعني كان محصور منحصر بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وبيراميدز، بقيه الانديه كلها احنا جينا في الاخر كل الانديه بتصارح عشان البقاء عشان مين اللي يقعد، وده بالزبط. دوري ما يعني ما يدلش ان هو دوري قوي بالزبط. انا اتمنى ان احنا نشوف 7-8 فرق بينافسوا السنه دي، ده هيؤدي الى ارتفاع مستوى الكره المصريه وبالتالي هيؤدي الى ارتفاع مستوى منتخب مصر. أكيد. بالنسبه للاعبتنا بالذات ان منتخب مصر بيبقى 3/4 من اللاعبين المحليين، فلو ما كانش عندك دوري قوي يفرز لعيبه بتحتك احتكاك قوي في الاخر هتلاقي المنتخب بتاعك هش، وده بالزبط. اللي شفناه في بالزبط. بطوله كاس الامم الافريقيه بالزبط. وتفاجئنا بيه. فانا اتمنى ان يكون في 7-8 فرق ينافسوا السنه الجايه، الاهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد والمصري والمقاصه، نشوف فرق وانبي يعني نشوف نتيجه ومحصله الشغل اللي المدربين بتعمل بيه فترات اعداد وبتشتغل شهرين ثلاثه وبتعد وبتستجلب لعيبه. عايزين نشوف بقى مستوى مختلف عن السنه اللي فاتت باذن الله. يا رب ان شاء الله. لكن حضرتك شايف الاسباب اللي خلت حضرتك تقول الكلام ده ايه السنه اللي فاتت؟ ما اكيد في اسباب بتؤدي لانهيار المستوى عموما. اكتر سبب ان في الاخر
كل بعيد عن فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز، بقيت الفرق كلها بتصارع على، كان في بس المصري والمقصة والمقاولين بيصاروا على المركز الرابع، ولكن على استحياء برضو بعاد عن المراكز الأولى. تمام. وبقية الفرق كلها بتصارع على البقاء، وده ده أكبر مؤشر إن الدوري مش قوي. أنت بتشوف الدوري الإنجليزي اللي ترتيبه الأول لما بيلعب الترتيب الأخير، أنت ما بتعرفش مين اللي هيكسب. بالظبط. ممكن الأخير اللي ترتيبه الأخير ده هو اللي يكسب. بالزبط. هو دي قوة بالزبط. أي دوري. بالزبط. أنا يعني نفسي أشوف الدوري المصري بتاعنا كده، كل ما عدد الفرق هتزيد في المنافسة على البطولة، ده هيبقى هيدينا مؤشر ان الدوري المصري بتاعنا بقى دوري قوي يا رب. لكن في كابتن خالد ملابسات كانت يعني بتدور، تأجيلات، ما تعرفش مين بيأجل لمين، ما تعرفش التأجيل اصلا كان ايه، وما تعرفش ليه بنأجل اصلا، ولاعيب فرق تلعب وفرق ما تلعبش. زي ما حضرتك بتقول في فرق كانت اصلا قعدت خلاص، خدت اجازتها مستنيه. أيوه. تلعب ماتش مثلا مع الاهلي او الزمالك او اي ده كان في الاخر او بيراميدز. ايوه بالظبط. الجماهير ودورها. حضرتك متخيل يعني ايه؟ حضرتك عمرك ما لعبت مثلا ماتش لا لا من لا غير جماهير؟ ما شفناش الكلام ده خالص. تخيل لو حضرتك بتلعب ماتش من غير جماهير، هتبقى حاسس بايه؟ مش هبقى حاسس بحاجه، بالعكس هبقى حاسس ان انا بفتور يعني، ما فيش كده. وبعدين الانديه ذات الشعبيه اللي عندها جماهير هي دي اكتر انديه بتتاثر. ولكن لو ما لو جينا اتكلمنا عن الموسم اللي فات، ده موسم استثنائي باللي حصل فيه، بتنظيمنا بطوله كاس الامم الافريقيه واللخبطه اللي حصلت، زادت شويه اللخبطه عشان ما كانش فيه تنظيم. هي كان ممكن ما تزيدش قوي، كان ممكن يكون فيه لخبطه بس مش بالصوره اللي احنا شفناها دي. تمام. ليه؟ لان كان ما فيش تنظيم في اتحاد الكوره، ما كانش فيه تنظيم، وكان برضو الكلام كتير من اطراف كتيره قوي، الناس كلها بتتكلم. وبعدين يا عبد الحميد خدها كده قاعده، اول ما تلاقي فيه كلام كتير اعرف ان ما فيش شغل. بالزبط. الناس بتتكلم بس. بالزبط. الناس لو بتشتغل ما بتتكلمش. جميل. اللي بيتكلم كتير يبقى ما بيشتغلش، فبيعوض ان هو ما بيشتغلش ان هو بيتكلم وبيصير مواضيع وبيشتت اذهان الناس. احنا يعني انا اتمنى الاجواء السنه دي تكون فيها هدوء ويكون فيها استقرار عشان الجماهير تستمتع بمستوى الفرق في الدوري العام، ونرجع الكرة زي الاول. يلا. يعني احنا مش عايزين نرجع تاني ان الماتشات تتلعب بدون جمهور، لان دي عمليه دمها تقيل جدا. نفسنا والله يا كابتن. عشان كده عايز اسال حضرتك سؤال صريح جدا، هل اللعيبه اتظلمت؟ الاعتماد الاهلي في السنين اللي فاتت ظلموا من قله التواجد الجماهيري مع المديرين الفنيين؟ طبعا اتظلموا من الناحيه الجماهيريه، يعني من الناحيه الجماهيريه، انما ما اتظلموش من النواحي الماديه. يعني اللعيبه، لان انا يعني قصه اللعيبه دي في موضوع الاحتراف اللي احنا عايشينه ده، لان انا برضو ليالي راي في القصه، احنا طبقنا الاحتراف في كل حاجه تمام، بالذات في الامور الماديه. احنا عندنا احتراف في الامور الماديه والعقود واللعيبه. تمام. ولكن ما عندنا احنا هو واحنا بنلعب كره القدم، احنا بنلعب كره قدم يعني هو مش محترف، مش كره قدم محترف، لا كره قدم للهواه. ولكن الاحتراف عندنا بيترجم العقود واللعيبه وفلوسها والملايين اللي بتتدفع كل سنه. ولكن على المستوى الفعلي، المستوى المهني، لا احنا ما عندناش احتراف، احنا لسه بنلعب كره هواه. ليه بقول لك كده؟ لان مثلا في الدوريات الاوروبيه بره، لو هنتكلم على احتراف وعلى المبالغ الماليه الكبيره اللي بياخدوها اللعيبه، ودي حقهم ورزقهم في الوقت الحالي، ولكن لما بتيجي في المقابل بره، انت بتاخد عقد بالملايين، يبقى لازم تديني مستوى داخل الملعب بالملايين. تمام. بمعنى ايه؟ كره القدم فيها شقين، فيها شق فيه توفيق اللي هو اللعب، الباس، السرو، الشوطه، ان انا انفردت بالجون، في توفيق النهارده انا موفق ولا مش موفق. تمام. ولكن في الناحيه الثانيه في حاجات ما بتخضعش للتوفيق، لازم تتعمل، اللي هي معدلات الجري. اللعيبه بتنزل معدلات جريها ايه خلال 90 دقيقه، ده بيتحاسبوا عليها بره. طب سوري يا كابتن، اتفضل. هل الجمهور ليه دخل في معدلات الجري؟ المفروض اللاعب متفق مع النادي وعنده عقد احتراف مع النادي، يبقى اللاعب. لا، بكلم حضرتك بحاسه لعيب الكوره الكبير. طبعا الجمهور هيكون هتجري نفس الجمهور الكميه. اتفضل. الجمهور دوره نمره واحد، الجمهور هو اللاعب رقم واحد في وجوده في اي مباراه في كره القدم. تمام. تمام. هو اللي بيخلي اللعيب بيزود من رتمه، بيزود من معدلات جاريه، بيخاف ان هو يغلط عشان الجمهور ما يأنبوش، كل الكلام ده الجمهور. ولكن انا بتكلم على اسلوب في تعامل الانديه مع اللاعبين. انا بتعامل مع لاعب
محترف عندي بياخد عقد قيمته كبيرة، إيه المردود اللي هو بيديهولي؟ لو هو مش هيديني المردود اللي يساوي هذه الفلوس يبقى مينفعش. يبقى لازم في لوائح، في لوائح وفي جزاءات. يبقى اللعيب عارف ان هو لو نزل لعيب نص الملعب مثلا، لعيب نص الملعب معدلات جري لعيب نص الملعب دلوقتي من 10 كيلو ل 12 كيلو في المباراة، لو ما جريش ال 10 كيلو اللي هي النسبة الأقل لا بيتخصم منه فلوس. ليه؟ لأن هو كل ما هيجري كل ما هيستلم الكرة أكتر، فكل ما إنتاجه هيبقى أكتر. إنما كل ما معدلات الجري ورتم اللعب، يعني إحنا مشكلة الكرة المصرية عندنا في حاجتين، معدلات الجري قليلة جدا، نمرة اتنين رتم اللعب، رتم اللعب، سرعة اللعب، سرعة الحركة، سرعة الانتقال، سرعة التحرك بدون كورة، سرعة التحرك بالكورة. يعني أنا من يومين كنت بتفرج أو من ثلاث أيام بتفرج على البرازيل وبيرو، تتخض عبد الحميد من كم الجري ومن الرتم السريع جدا، تحس إن ده مش كورة، دي بلاي ستيشن. فاللعيبة بتبذل مجهود، الموضوع بقى مش طبيعي، خرافي مش طبيعي. وبعدين في نفس الوقت تيجي تبص على اللعيبة ما تلاقوش بينهج، يعني بعد المجهود ده كله ما بينهكش. هما بيفكروا أكتر يا كابتن، بيفكروا حتى في التفاصيل الصغيرة بالزبط. وهو ده الاحتراف. الاحتراف يعني إيه؟ التفاصيل الصغيرة أديها حجمها وأفكر فيها وأنفذها بشكل مظبوط، هتلاقي اللاعب مستواه بدل ما هو دلوقتي هتلاقيه يضرب في 100، لان هي عمليه ثواب وعقاب. انت اللي بتتفق مع النادي بتاخده، مفيش نادي بيجي ما بيلتزمش مع لاعب ما بيدلوش فلوسه. ولكن تابع بقى اللعيب بعد ما بيمضي العقد بتاعه، ايه المردود بتاعه من نواحي سواء تهديفيه، من نواحي كل واحد حسب مركزه. انا معاك جدا، انا معاك جدا، بس هي النقطه اللي انا عايز برضو اركز عليها قوي، هل اللعيب ممكن يعمل دوره برضو من غير جماهير؟ هي دي النقطه اللي عايز اسمعها. لو احتراف صح، لو احتراف صح، لازم يعمله، لان علاقه اللاعب هنا دوره، العلاقه بينه وبين النادي مش بينه وبين الجمهور، هو علاقته بينه وبين الجمهور ان الجمهور لو لقى بيأثر هيأنبه. ولكن العلاقه اللي هي فيها فلوس وفيها ماده ما بين اللاعب والنادي، اللاعب لما يأثر مش الجمهور اللي هيعاقبه. بس احنا ما عندناش مثال نضرب عليه يا كابتن خالد. لا ما عندناش. لا يعني زي ايه؟ لا انا يعني هوضح لحضرتك سؤالي. اتفضل. ما عندناش دوري مثلا بحجم الدوري الانجليزي، بحجم الدوري الايطالي، بحجم الدوري الالماني، بحجم الدوري الاسباني، ما شفناش مباراه من غير جماهير وكان فيها معدلات جري واضحه وثابته. ما عشان كده مش قادر اقول لك لا. كان مثلا في فريق بيلعب من غير جماهير معدلات جريهم هي النقطه دي، بس انا افرق فيها معدلات الجري في وجود الجماهير بتبقى اعلى من معدلات جري اللاعب في عدم كدا؟ وجود الجماهير. صح كده، لكن صح. في نسبه حضرتك بتتكلم فيها متوسطه. انا بتكلم في علاقه النادي باللاعب لما معدلات جريه او معدلات انتاجه داخل متوسطة. الملعب تكون متوسطه. لازم يكون لازم يكون هنا في تدخل وفي ردع، وهو ردع العلاقه بالفلوس. انت متعاقد معايا بتاخد 10 قروش، بتاثر بيتخصم منك قرشين، بتجيد بتاخد قرشين زياده، يعني هي كده، يعني لازم يبقى تبقى العلاقه كده، بحيث ان احنا دايما نشوف ان اللعيبه مش بمجرد ما هو مضى عقد وخد فلوسه واطمن ان هو خلاص السنه دي بتاع ب 10 مليون فانا خلاص ما انا هاخدهم. لعبت ما لعبتش، كسلت ما بقتش اساسي، بقيت احتياطي، انا عادي ماشي. فهي دي النقطه، لازم يبقى ليها، يعني لازم نفكر فيها، ولازم اي حد مسؤول يلاقي لها حل ويعرف يتعامل معاها، لان دي هتفرق جامد جدا في ارتفاع مستوى لاعب كره القدم المصري. هي معادله صعبه. هي مش صعبه، ما فيش حاجه صعبه. قبل كده لما كنا بنحط نسب مشاركه في العقود، يعني مثلا كابتن خالد جدالله نجم كبير جدا، انا اشتريته مثلا كنادي ايا كان اسمه ايه، فانا جايب كابتن خالد انا عارفه، فحته انت تشركني او ما تشركنيش دي مش بتاعتي، انا هتمرن كويس قوي وهبقى جاهز كويس قوي، فعشان كده انت لما تعملي نسبه مشاركه يبقى فيها ناس ممكن انا مظلوم فيها. عشان كده هي معادله يعني عايزه حد يكون شارب كوره عشان يعملها. انا سافرت، جيت سنه 87 او 86، جالي قطع في العضله الاماميه، النادي الاهلي طبعا مشكورا في الوقت دون سفروني انجلترا عشان اعمل عمليه في رجلي، فروحت نادي توتنهام قعدت شهرين، الكلام ده سنه 86. تمام. في التمرين طبعا اللعيبه هناك، انا كنت موجود بقى في النادي كل يوم، بروح 8 الصبح بيمشوا 5 كل يوم 8 الصبح. في تمرين بقى، ما فيش تمرين، هو الميعاد كده 8 الصبح في النادي،
الساعه 5 تروح. تمام. وبعدين لما بتروح 8 الصبح بيتقال لك الساعه 10 في الفطار، البرنامج، في محاضره، في تمرين، في مش عارف ايه. اللعيبه كان بيتخصم منها فلوس على عدم ادائها بالشكل اللي المدير الفني عايزه خلال التمرين مش في الماتشات. تمام. يعني النهارده نزلت تمرين ما بجريش، المدير الفني عايز سبرنتات او عايز سرعه معينه او عايز رتم معين انا اقل منه، اطلع الاقي ورقه متعلقه بالخصم، فخلاص كل واحد عارف يعني ايه اللي مطلوب منه لازم يعمله، لو ما عملوش من غير زعل ومن غير حاجه هيدفع فلوس. تمام. بس دي 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 الحته دي نقصانا هنا في مصر، وهي سهله جدا لان مفيش حاجه صعبه. احنا نظمنا كاس افريقيا في 4 شهور، شفنا الملاعب كانت عامله، مفيش حاجه صعبه ومفيش حاجه اسمها مستحيل، بس في حاجه ازاي اختار الناس المناسبه بالظبط، الناس اللي تطبق، الناس المقنعه، والناس اللي بتحب الشغلانه فهتقدر تشتغل، مش بيشتغل عشان وظيفه. خلي بالك شغله الكوره مش وظيفه، ناس كتير قوي ممكن تشتغل، بس لو اللي مش بيحب مش هينتج ومش هيبدع ومش هيطور. تمام. انما لو بيشتغل ان هي وظيفه بتلاقي الامور واقفه. تمام. مفيش تقدم يعني. تمام تمام. حضرتك كنت بتتكلم عن مباراه البرازيل وبيرو. بيرو البرازيل خسرت 1-0. الكوره بره هي اللي بتتعب، الكوره نفسها هي اللي بتتعب، لكن احنا هنا احنا اللي بنتعب، يعني هم بره بيجروا الكوره، لكن بالزبط. احنا بنجري هنا للاسف اكتر من الكوره، بنجري على الفاضي ساعات لو جرينا. والريتم بقى رتم، انا ساعات بتفرج على ماتشات بحس ان انا يعني لو لعبت دلوقتي هلعب، ما ايه المشكله في توقيف الكوره والباصه يعني، مش ما فيهاش مشكله يعني. دي حقيقه. هرجع تاني لكلام حضرتك بتتكلم ان احنا نحط الاشخاص المناسبه في المكان المناسب، الاشخاص الفاهمه، الاشخاص اللي ممكن او لازم تحب عشان تبدع. طب شايف اداء اللجنه الخماسيه لغايه دلوقتي او رايك فيها بشكل عام؟ انا اي تغيير يعني انا بحبه يعني، اي تغيير في الاسماء، مش هينفع ان يكون عندنا مثلا ايه 5 مدربين هم اللي شغالين على طول، ده مش طبيعي، دي عمليه مش طبيعيه. لا، في ناس كويسه بس ما هم دول مش الا لو انت اقنعتني ان انا احسن حد موجود. بالظبط كده. تمام. لجنه خماسيه اتحاد الكوره اللي فات مع كل التقدير كلهم ناس اصحابنا وحبايبنا وقدوا يعني تعبوا كتير جدا خلال السنوات اللي فاتت، ولكن لما الواحد بيفضل في نفس المكان فتره طويله مخه بيقف، مفيش ابتكار، مفيش تطوير، فالتغيير من هنا كويس. الحاجه الحاجه من الحاجات اللي بسطاني جدا في اللجنه دي ان هي لجنه يعني مدفوعه الاجر. جميل. يعني ناس مش بتشتغل تطوعا. تطوع لا لا، وشوف انا ضده بصراحه ان انا اشتغل تطوعا، ده لا انا اشتغل الاحتراف اللي انا كنت بكلمك عليه. الاتحاد الدولي لما عين اللجنه دي ما عينهاش ان هم متطوعين. يعني ايه متطوعين؟ صح. لا، عينها براتب. صح. ليه؟ عشان ياخد من قدام الراتب اللي هم هياخدوه شغل، عشان ما تجيش بعد كده تقول انا بشتغل متطوع. عشان كده النهارده شفنا قرعه محترمه، السنه اللي فاتت ما شفناش قرعه الدوري كده بتعمل في اتحاد الكره في القاعه، يعني الدنيا ما كانت. فهتلاقي في تطور وفي حاجات جديده هنشوفها، ممكن يكون في قصور في حاجات معينه، ولكن مع الوقت هتتحسن. بس انا مبسوط. ليه؟ اول حاجه بسطتني ان الناس دي بتشتغل براتب، يعني رئيس اللجنه بياخد 5000 دولار، الاعضاء الاربعه التانيين 3000 دولار، ودي حاجه جميله جدا، هتفتح نفسهم ان هم يشتغلوا، لان شغل التطوعي ده مش حاجه اسمها شغل تطوعي، ما انا مش هروح اضيع 18 ساعه في اليوم. وانت كمان انا مش عايز اديلك مبرر انت تقول لي بعد كده اصل انت بصراحه ما انت شغال تطوعا يعني. بالظبط. مش عايز اديلك اي مبررات، انا عايزك تنجح بس. انت بتاخد فلوس تقدم لي شغل. تمام. وده اللي هنشوفه. لا انا يعني انا متفائل بيهم يعني، باذن الله انا متفائل من الافكار الجديده. وبعدين عايز اقول لك حاجه اخص مثلا محمد فضل. فضل من الناس اللي انا مرنتها يعني، فضل من الناس المحترمه جدا، في لما مسك يعني وجه جديد اهو، مسك حاجة في كاس أفريقيا بالنسبة لمدير البطولة، لا شفنا بطولة محترمة وشياكة وشرفتنا كلنا. جميل أوي. دايما لما بتغير كل فترة الناس الجديدة بيبقى ليها أفكار تانية وفكر تاني وتطور تاني، وبالذات لما يكونوا مختارين صح، يعني يكونوا مؤهلين لكده. أهم حاجة. بالظبط حاجة. بالظبط كده. وأنا عايز أكد كابتن خالد، حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة، نقطة فضل، عايز أكد للناس
ان ممكن ان انا مثلا كعبد الحميد حسن ابقى الدوله كلها في ظهري، بس انا افشل لان انا ما عنديش ابتكار او عندي ابداع. عشان كده اللي يقول لك اصل فضل كان مصر كلها في ظهره، بس هو ناجح، هو مبدع طبعا، هو استغل الامكانيات في الصح، عنده في الامكانيات بالزبط. عنده الامكانيات بالزبط. وعنده من الوعي والثقافه بالزبط. لازم وبعدين راجل متعلم وراجل مثقف، وبعدين بيتكلم لغه. طبعا احنا قصه بيتكلم لغه دي عندنا دي يعني حاجه، مع ان ده الطبيعي يعني ان الواحد يتكلم لغه، ده الطبيعي، دي مش حاجه مش يعني مش اوبشن يعني ده الطبيعي المفروض. المفروض طبعا اي حد يعني مدير كوره في بوزيشن معين، مدير كوره لازم يتكلم انجليزي بالظبط، امال هيعمل ايه بالمشاوره؟ يتعامل عشان يتعامل، لان الانجليزي يعتبر لغه يعني الثقافه الثقافه عبد الحميد والتعليم في مواقع معينه مطلوب. والفكر والشخصيه مطلوب طبعا بتديك قوه، تديك قوه وتديك ثقه. اللجنه متاخره في قرارات معينه يا كابتن خالد؟ قرارات اختيار مدير فني مثلا لمنتخب مصر؟ طبعا متاخرين جدا. ليه متاخرين بقى؟ بعذر ولا متاخرين؟ لا ده المفروض. انا بقى دي من الحاجات اللي انا ما بحبهاش. انا لما اكون ماسك منصب ومنصب حيوي زي مسؤول عن كره القدم المصريه أوكي. انا ما اعملش اعتبار لاي حد، ولا سوشيال ميديا ولا جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك، ولا لو جبت ده هيبقى زملكاوي محسوب على الزمالك، ولا لو جبت ده هيبقى محسوب على الاهلي. ففكر في مدرب لوش دعوه بالاهلي والزمالك فعشان اريح دماغ، الكلام ده مش صح. طبعا اتاخرنا جدا، والتاخير دون نتيجته او سببه هو حضرتك. عشان بس اوضح كلام حضرتك، عشان احنا بنوضح الكلام قوي، حضرتك بتقول ان انا ابقى حاسس بالجو العام لكن القرار انا اللي اخده في المصلحه العامه، ما تأثرش بحد وفي التوقيت لكن الصح، لكن احس بالجو العام في التوقيت الصح تمام. لان انا لما اكون في موقع مسؤوليه والقرار، في قرارات لازم بتتاخد في لحظتها وقتها، لو اتاخرت بتبين انها ضعيف حتى لو خدتها بعد كده. طب هو ياخد القرار ولا يشكل لجنه مختصه تاخد قرار؟ لا، لجنه دي يبقى هو ضعيف، يبقى هو ضعيف، هو اللي ياخد القرار. وهو جاي ليه؟ لجنه مين؟ يعمل لجنه ليه؟ لجنه عشان ايه؟ يعني هيعمل لجنه عشان تختار ايه؟ تختار مدرب مصر. طب ما هم شغلتهم ايه؟ شغلتهم اداره. ايه رايك؟ لا انا مش كده، هم مسؤولين عن الكوره. يعني انا يختاروا. اتفضل. احنا الخمس مدربين ولا الاربع مدربين اللي ترشحوا لتدريب منتخب مصر، ما هم ما رشحوهمش، ده السوشيال الناس ميديا. السوشيال ميديا ومواقع وجرايد وبتاع، هم دول خلاص، هم دول. طب لو حضرتك قلت لك اختار مدرب لمصر؟ لا انا كان ممكن اجيب حد ما حدش يعرفه لو انا مسؤول. لا مسؤول. ما ينفعش في ساعتها كده. انا هجيب واحد نمره واحد جعان ان هو يشتغل وموهوب. رب اصل التدريب ده مش وظيفه، لا يعني موهبه من عند ربنا، موهبه من عند ربنا. ندور على الناس الموهوبه بغض النظر بقى بنحبها ما بنحبهاش، دمها خفيف في الاعلام متواجده. طب شايف مين يا كابتن؟ قول لي. ما حضرتك لا مش هينفع دلوقتي، لازم افكر يعني ما ينفعش، لازم افكر. انما مش هجيب تجارب سابقه، مش يعني هجيب احنا تجارب. عندنا الخيارات كتيره. طبعا بجد طبعا، في الدوري وفي على مستوى الدوري وعلى مستوى المنتخبات عندنا اختيارات كتيره ان احنا نختار مدرب. الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا مره الرئيس المحترم جدا 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 رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شفت له مره حديث قال انا بزعل لما اسمع ان يقولوا احنا عندنا ام كلثوم واحده. طبعا ست كانت هايله الله يرحمها واسعدتنا، ولكن طب ليه ما يكونش فيه خمسه ام كلثوم؟ ما هو اكيد فيه، بس فين اللي يطلع؟ فين اللي يجيب الناس دي؟ زي المدربين اكيد في مدربين، بس مين اللي يوصل؟ ما هو انت دلوقتي يعني احنا القصه اللي موجود على الساحه اعلاميا لازم يكون موجود، اعلام بيسانده، جرايد، سوشيال ميديا، مواقع، برامج تلفزيون، بيشتغل، وكلاء اللعيبه، دي قصه، ده موضوع رهيب. معقول احنا ممكن نتاثر بالكلام ده تاني مره تانية؟ يعني ندخل في الجو التاني ده؟ صعب قوي الموضوع. ربنا يستر. يعني انا اللي جاي ليه يعني هي مش قصه مدرب، خد بالك، لان انا برضو لي راي في القصه دي يا كابتن عبد الحميد. قول. سواء النجاح او الفشل في فرق الكوره 70% بيعتمد على اللعيبه القماشه اللي معاك و30% مدرب. مفيش مدرب هيجي ومعهوش لعيبه هينجح، هيتغلب من اي حد. اللعيبه الاساس. بس خلينا عشان بس حضرتك بتتكلم في كلام مهم، اتفضل. خلينا ناخد نقطه من حضرتك. انا اتفضل. لو مدرب عايز انجح وشايف العناصر اللي معايا مش هتنجحني، انا ما اروحش الا اللي انا بقى عندي اختيارات ان انا اجيب لعيبه.
فالمدرب برضو جزء اكبر من 30% يا كابتن خالد. لا انا انت كده اتكلمت في اختيار الشغل، ان المدرب يختار الشغل اروح ولا ما اروحش. لا انا بتكلم مدرب موجود، يعني المدرب موجود ومعاه لعيبه. تمام اللعيبه ومشيتها وحشه. تمام. لما هيبقى هيحصل فشل، اللي هيتحمل الفشل 70% لا مش المدرب، 70% لعيبه و30% مدرب. قصدك ولو أسباب حصل الفشل. نجاح اسباب الفشل واسباب النجاح هيتحملها 70% يبقى بسبب اللعيبه و30% بسبب المدير الفني. خلي بالك انا عشان مهم قوي اللي يتكلم في الكوره يكون درب. أكيد. وانا الحمد لله سيدي يعني انا مرنت سواء في منتخبات مصر، من منتخب مصر الاولمبي، منتخب مصر الناشئين، مواليد 86 ومواليد 84، ومنتخب مصر الاولمبي في تصفيات دوره سيدني، وطبعا شغل بقى على مستوى دوري ممتاز واشبال وممتاز به، وبره في الخليج وسعوديه وامارات انت لما بتشتغل مدرب، اي مدرب اول حاجه بيعملها ايه؟ وظيفته نمره واحد، بيحط الخطوط العريضه للفريق بتاعه، خطوط عريضه، لان كره القدم ما فيهاش ثوابت. تمام. مفيش مدرب عبد الحميد هيجي لك هيقول لك عبد الحميد انت في الدقيقه 6 هتنزل هتجي لك الكوره هتشوطها برجل شمال هتجيبها جول. بالظبط. في كده؟ مفيش ثوابت في الحياه عموما، غير طبعا الثوابت الربانيه في كره القدم. الثوابت بس اللي هي مثلا الكوره الثابته، الكورنر، الحاجات الثوابت اللي انت تقدر تحفظها فلما تيجي تتعمل. تمام. انما كل ثانيه لعيب الكوره بياخد قرار. اكيد. كل ثانيه حسب لعيب المتغيرات اللي قدامه. بالظبط. حسب اللي موجود في الملعب. فلو الكواليتي بتاع لعيب الكوره ما كانش يسمح له ان هو دايما بيختار القرارات المظبوطه، ما عندوش مرونه في الفكر، القرارات المظبوطه خلاص. يعني هشوط دلوقتي ولا باصي؟ بالظبط. لا القرار الصح ان انا اشوط، فتلاقي لعيب بيباصي. تمام. قرار غلط. تمام. فبيأثر. فدايما عشان كده لما مثلا اي فرقه بتجيب مدرب جديد وانا مثلا بقعد اسمع ده المدرب هايل، عرفته منين؟ يعني لسه وما يتحكمش على اي مدرب اقل حاجه 10 15 ماتش، يعني عشان تقدر تقول ان الراجل ده اشتغل وقدر يوصل فكره وقدر الخطوط العريضه اللي هو حطها واللعيبه بتلتزم فيها من ناحيه طرق اللعب ومن ناحيه خط اللعب. شوف انا بكلمك في المدرب بيعمل ايه. تمام. بيختار طريقه اللعب اللي بتناسب مع اللعيبه اللي معاه، امكانيات اللعيبه اللي معاه. نمره اتنين بيختار خطط اللعب اللي هو بيلعب بيها كل ماتش حسب قوه المنافس بتاعه. هل هضغط عليه من قدام؟ دي اسمها خطط لعب. هضغط من قدام ولا هضغط هستنى نص الملعب ولا هلعب زوم من نص الملعب؟ او لو هو مدرب عبقري بقى ومعاه قماشه عبقريه بيثبت طريقه لعبه والفرق الثانيه تتعود عليه خلاص. بالظبط. لو انا بقى الدنيا بالنسبه فهو ده دور المدرب. التنفيذ بقى، لعبت الكوره القماشه اللي معاك بيعرف يشوط ولا ما بيعرفش يشوط، ولا بيقلش، بيعرف يتحرك، بيعرف يفكر، بيعرف ياخد القرارات المظبوطه. وبعدين في تقييم كل لعيب حتى حسب فلوسه انت بتقيمه ازاي؟ يعني اللعيب اللي بتدي له مليون جنيه وفي لعيب تاني تدي له 10 مليون جنيه، ايه الفرق؟ بتقيم ده ان انت بتدي له 10 مليون ليه وبتدي ده مليون ليه؟ ببساطه نقول كلام ببساطه عشان يوصل للناس، ناس تفهمه بدل ما نقول كلام ما حدش يفهمه. لعيب الكوره قرار كل ثانيه بياخد قرار، يبقى لعيب الكوره اللي بيتحط في 10 15 قرار ورا بعض وانا بتابعه وبياخد القرار الصح وقراراته مظبوطه، ده اللي فلوسه تبقى عاليه. تمام. لان ده انا هيكسبني، يعني هيكسبني، والتاني بيبقى اقل. فكره القدم هي علم وكل يوم في جديد وفي تطوير، اللي بيواكب الكلام دون. تمام. ممكن الامور، ممكن الكوره عندنا شكلها يتغير بشكل كبير جدا. اكيد اكيد. بس انا مش هسيبك غير لما تقول لي مدرب برضو اسمه مدرب. لا ما انا لو قلت مره واحده لازم اقعد وافكر. يعني حضرتك ما فكرتش طول الفتره دي في مدرب؟ لا عشان انا هفكر ليه؟ لان مش هيحصل، يعني اللي انا هفكر فيه مش هيحصل ابدا، فانا اتعب نفسي ليه؟ حضرتك قيمه كبيره جدا. الله يخليك. لا ماشي حقيقة. اوكي. فليه ما تقولش رايك؟ انا مثلا شايف المدرب المدير الفني ده النغمه اللي موجوده. لا النغمه اللي موجوده دلوقتي ان اللي بيشتغل في برنامج بيتكلم عليه كويس، في موقع بيجيب اخباره، في جورنال بيكتب عنه، ده الناس بتشتغل. بس تفتكر الاختيار هيتاثر بالموضوع ده؟ هيتاثر الاختيار. انا قلت لك بس حاجه انت عديتها، ما يمكن عديتها كده بسرعه، ان هم ممكن يشتروا دماغهم. طب انا هجيب من الاهلي واحد من الاهلي. مين اللي موجودين مدربين من النادي الاهلي؟ حسام البدري مش كده؟ وفي حسام حسن وحسن شحاته واحمد حسام ميدو، ثلاثه من الزمالك، وحسام وإيهاب جلال، ولا أهلي ولا زمالك.
طب انا لو جبت حسام البدري ما انا ممكن يبقى في وجع دماغ بالنسبه لي. طب انا لو جبت حد من الثلاثه بتوع الزمالك، انتوا لجنه زملكاويه وعمرو الجنايني زملكاوي. لو حضرتك بتتكلم على اسماء، هنتكلم على الاسماء المحسوبه دلوقتي على النادي الاهلي اللي هي شغاله في النادي الاهلي دلوقتي، او شغاله في نادي الزمالك دلوقتي، او شغاله في نادي الاسماعيلي دلوقتي. لا دلوقتي ما فيش. انا بتكلم على المحسوب في المجمل. طب هم دلوقتي في كابتن حسام بدري، وفي كابتن حسام حسن، وفي كابتن ايهاب جلال. ممكن نطلع فاصل وتفكر وتقول لي اسم؟ لا من دول لا اقول لك. طب قول لي قبل ما نطلع فاصل. انا اجيب حسام حسن. رايي حسام حسن. انا معاك على فكره. انا معاك. انت معايا؟ طيب انا معاك بين الكابتن حسام حسن والكابتن ايهاب جلال. لا انا اجيب حسام. حسام حسن. ليه اجيب حسام حسن؟ لان اي حد يحلل فرقتنا ويحلل اللعيبه اللي موجوده والجيل اللي موجود دلوقتي هيعرف حسام حسن ليه. ما انا بقول لك يعني انا انحصرت الاسماء في الاسمين دول. تمام. وحضرتك قول لي الاسباب. حسام حسن لو رقمنا يعني حسام حسن اهاب. لا انا قلت حسام حسن. انا بقول لحضرتك انا. بس قول لي بقى. طب انت رقم لي. حسام حسن ليه؟ لان بقول لك فرقتنا محتاجه في الوقت اللي جاي. احنا عندنا فرقه نقدر نقول فنيا متوسطه المستوى، ولا هي كويسه ولا هي وحشه. تمام. عايزه مدرب نمره واحد، حته الروح والحماس والاصرار اللي حسام حسن بيعرف يبثها في اللعيبه دي هيتالق فيها، وهترفع لعيبتنا من 20-30% فوق مستوى كل لعيب. خلي بالك كابتن خالد، عشان حضرتك بتتكلم في نقاط جميله قوي قوي. هو حسام حسن مش بيعرف، هو كده، هو حسام حسن كده، هو طريقته كده. في حاجه ربانيه. خلي بالك حسام لعب معايا في النادي. أكيد. في النادي الاهلي كان صغير. من وهو صغير هو كده. هو كده بالظبط. حته ان هو فكره تدريب منتخب مصر بالنسبه له حلم، يعني هو نفسه متعطش للفكره. متعطش. وهو كمان فنياته عليت قوي. حسام حسن فنياته عليت، هو متعطش جدا، واللي دايما بيبقى عايز حاجه هيموت نفسه. جميل. عشان تضيف له. جميل. وحسام محتاج دي، فربنا هيديله. جميل. وخد بالك التوفيق، ربنا سبحانه وتعالى الكوره فيها توفيق وعدم توفيق. انت لما تعمل تاخد القرار الصح حتى لو مش هيعجب حد. جميل قوي. تلاقي التوفيق والعدل معاك. حقيقي جدا. طب شكرا. والله العظيم. اشرب بق شاي. لان دي حقيقه. دي حقيقه. طبعا. ان الانسان اختار الصح والتوفيق والقله التوفيق دي بتاعت ربنا. وباذن الله. وهينجح. بينجح. بالزبط. لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصح. بالزبط. اذا كان ربنا هو العدل. بالظبط. ربنا هو العدل. بالظبط. طيب. هربط كلام حضرتك ده ان انا ابقى متعطش انا عن نفسي شفت فايلر لما جه النادي الاهلي، كانت من ضمن الحاجات اللي انا قلت ان شاء الله ممكن ينجح فيها ان هو عايز يقول لا انا يا جماعه عندي طموحات كبيره جدا ممكن احققها مع النادي الاهلي. هطلع فصل عشان تشرب شاي براحتك. ماشي. اوكي. ونرجع نكمل. اوكي. عن كلامنا الجميل ونتكلم عن الاهلي. الله يخليك. اوكي يلا نطلع فصل ونرجع نتواصل مع المتالق دائما الكابتن خالد جد الله نجم مصر والنادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه معاكم ومعانا النجم الكبير الكابتن خالد جد الله، بنتكلم عن اختيار مدير فني لمنتخب مصر. وكان الكابتن خالد بيتكلم عن دوافع المدرب وقد ايه هي مؤثره جدا في نجاحه. قلنا او اختيار حضرتك في المقام الاول حسام حسن، وحضرتك عددت لي الاسباب اللي ممكن يمسك فيها حسام حسن، لكن احنا سامعين ولا خلينا لغايه لما نتاكد من الخبر. خلينا نقفل الملف بتاع مدير فني منتخب مصر. نتمنى انه يكون مدير فني بعيد عن الانتماءات او الاهواء الشخصيه لاي حد، يكون مدير فني يشغله او يشغل اختيار المصلحه العامه فقط لا غير، من غير بقى نقول اصل هو اهلي اصل هو زمالك اصل مش عارف ايه. ما نعملش بالزبط. حساب لكل ده، نعمل حساب بس المصلحة العامه ومين فعلا نقدر يقوم منتخب مصر ويدب روح الحماس في اللعيبه ويبقى في منتخب قوي، لان احنا نستاهل منتخب قوي كابتن خالد. طبعا المفروض يعني. طبعا بعد كاس الامم الافريقيه واللي حصل فيه محتاجين ان احنا نقف على رجلينا تاني. فايلر والنادي الاهلي ومباراه كانو سبورت وتحديات كبيره جدا بتنتظر النادي الاهلي، شايف كل الكلام ده ممكن نلخصه ازاي؟ يعني طبعا الماتشات اللي بره في افريقيا وبالذات مع الفرق اللي ما نعرفش عنها حاجه قوي بتبقى انا من وجهه نظري بتبقى في منتهى الصعوبه. يعني انا خايف جدا من الماتش. والماتشات اللي بره بيبقى فيها مؤثرات خارجيه، يعني انا ما اعرفش حاله الملعب ايه. حاله الملعب كويسه
ولا وحشه؟ طبعا لو وحش الملعب هياثر بالسلب على لعيبه النادي الاهلي في العرض. يعني كويس لسه يبقى كنت بكلم الحمد لله ورسلنا هناك الحمد لله. احنا بس بالنسبه لنا باذن الله ربنا هيكرمنا وربنا هيوفقنا. خبرات لعيبه النادي الاهلي في الماتش ده لان برضو المدير الفني فايلر لسه جاي برضو، يعني احنا مش عايزين يعني نتسرع في الحكم عليه، لازم ياخد وقته. هو لسه جاي، ممكن يكون في لعيبه لسه ما خدش الصوره عنها بشكل كامل. فالماتش بخبرات لعيبه النادي الاهلي لا يعدوه ولازم يعدوه، مفيش اي مشكله. حضرتك بتؤمن ان لازم مدير فني لما يروح مكان تاني لازم يبقى عنده خبرات فيه؟ يعني مثلا فايلر ما راحش لعب في افريقيا، لازم يبقى عنده خبرات في افريقيا؟ هو من ناحيه الاجواء لازم يبقى عنده خبرات من ناحيه الاجواء مش من ناحيه مستوى. هي يعرفها كابتن يعني لا الـ الـ الاجواء اللي هو هيقابلها، الفنادق اللي هيقعد فيها، شكل البلاد اللي هيروح فيها، الملاعب اللي الحكام اللي هتحكم له، كل دي اجواء لازم هو يكون عارفها ويكون واخد عنها صوره 100% بحيث انه هي ما تاثرش عليه. هي دي الاجواء، ولكن من ناحيه المستويات ومن ناحيه الفكر ومن ناحيه الكلام ده دي بتفرق بقى على حسب هل عينه هتاخد وقت في اكتشاف لعيبه النادي الاهلي وامكانياتهم ويقدر يوظفهم مظبوط. الفرق بين اي مدير فني ومدير فني تاني، ممكن انا اروح فرقه جديده اقعد شهرين عشان احفظ اسامي اللعيبه، واقعد شهرين تانيين عشان اقيس امكانيات كل لاعب، ما تخمش في حد فيه، ما اقولش على حد كويس ويطلع ان هو مش كويس. تمام. واقعد شهر كمان عشان اعرف اوظفهم مظبوط. ولما بنتكلم بقى على الموهبه اللي انا كنت بقول لك عليها في الاول، المدرب الموهوب ما بياخدش وقت في الكلام، يعرف على طول بيحفظ اللعيبه بسرعه. هي دي حاجه بتبقى ملكه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط. بيقيس اللعيبه، امكانيات اللعيبه، بيوظفهم، بيوصل بسرعه. لو باذن الله فايلر قدر ان هو يستكشف لعيبه النادي الاهلي من ناحيه امكانيات كل لاعب ويقدر يوظفه توظيف جيد لكل لاعب حسب امكانياته في الملعب بسرعه، ده هيرجع مردوده هيبقى بشكل كويس جدا على الفرقه. ولكن بالنسبه للماتش اللي جاي زي ما بقول لك، خبرات لعيبه النادي الاهلي كل واحد فيهم اللي هيكون موجود في الملعب ايا كان، بخبرات لعيبه النادي الاهلي هنأدي بشكل كويس ونعمل نتيجه كويسه. تمام. المدرب الجديد لازم نديله وقته عشان ما نتسرعش في الحكم عليه، والاداره جابته فنقول عليه كويس، نقول عليه وحش، حتى لو ياخد وقته. بالظبط. يعني ياخد وقته وياخد وقته في الشغل، وبعد كده نقدر ان احنا نقول. مع النادي الاهلي، النادي الاهلي عمل اسامي مدربين يعني كتير جدا، لعيبه على اعلى مستوى عندك في كل مركز، الاداره ما تاخرتش في كل مركز، فيه 2-3 لعيبه. في مراكز ناقصه في الفريق؟ لا لا ما فيش، لا بالعكس، ده كل مركز فيه 2-3 لعيبه على اعلى مستوى، ما تفرقش مين اللي يلعب ومين اللي يقعد ايا كان. وعشان كده فرقه النادي الاهلي اي مدير فني هيجي ويقدر ان هو يعمل، حتى لو عمل يعني استخدم الروتيشن ما بين اللعيبه عشان يريح اللعيبه وتعمل، فرقه النادي الاهلي مش هتاثر المفروض. شايف اعذاره ازاي كابتن خالد؟ أنا ليالي رأي مختلف جدا عن الفترة اللي فاتت. أزارو لعيب كورة كويس جدا. أزارو لعيب كورة كويس جدا. تمام. والفترة اللي فاتت معلش يمكن الهجوم كان عليه شوية زيادة. أنا ما بحبش كده يعني. أنا يمكن قبل ما أجي النهاردة شفت تصريح ليورجن كلوب اللي هو المدير الفني بتاع ليفربول. تمام. قال لك في حالة الهزيمة أنا اللي متحمل. تمام. اللعيبة ما تتحملش حاجة. وفي حاله الفوز اللعيبه هي اللي تستحق، انا ما استحقش حاجه. فانا شفت ان وليد ازارو في الفتره اللي فاتت شال حاجات اهداره للفرص، يعني اكيد هو غصب عنه لان هو كان هداف النادي السنه اللي فاتت. يعني مش معقوله هداف النادي وهداف الدوري السنه اللي فاتت ويجي ضيع كوره او كورتين يعني ينال كل هذا الكلام. هو اتحمل حاجات كتيره جدا، انا كنت اتمنى حد يشيل عنه شويه يعني ما يلبسه هو الدنيا، لان انا شايف ان هو لعيب كوره كويس. لما هترجع له الثقه ولو خد ثقه في نفسه والثقه رجعت له، لا هيبقى هيأدي زي ما كان بيأدي قبل كده. انا الكلام اللي حضرتك قلته انا قلته بالظبط على فكره. والله والله العظيم انا ما شفت قلت يعني ان وليد ازارو او النادي الاهلي كان في بركات بيجيب، كان في تريكا بيجيب، كان في مش عارف مين بيجيب، كان في ناس كتير بتجيب اجوان، لكن وليد ازارو بحكم ان هو فرويد عالي قوي بيتواجد دايما في المنطقه او المنطقه اللي ممكن تجيله الكره يجيب فيها جول، فهو
موهبته مش طبيعيه، يعني الفرويد اللي بيروح للجول يا كابتن اكيد طبعا طبعا ادرى منه. وبعدين يعني الفرويد اللي بيروح وبيضيع بنقول ده كويس هيجيب بالظبط، انما الفرويد اللي ما بيروحش اساسا. وبعدين مفيش حد بقى بيغطي الحاجات اللي بيضيعها وليد بالظبط. وبعدين هي مش مسؤوليه وليد لوحده انه يجيب اهداف بس، يعني انا ممكن استخدم وليد ان هو ازاي يفتح لي مساحات ويتحرك على الاجناب بالزبط. عشان الناس اللي جايه من نص الملعب تقدر تكمل وتيجي من ورا لقدام تبقى فاضي بالزبط. يعني مش مسؤوليه راس الحربه ان هو يحرز اهداف فقط، لا، ان هو يحرز اهداف وان هو يصنع اهداف وان هو يفتح مساحات للاعيبه خط النص المهاجمين ان هم يجوا من ورا لقدام. تمام. فوليد بيعمل الكلام ده، بيتحرك على الاجناب كويس جدا، لعيب سريع. تمام. هو عدم التوفيق ان هو بيحرز اهداف في الفتره اللي فاتت دي لما هتخلص وباذن الله يرجع ويجيب اجوان تاني، لا هيبقى كويس لان هو لعيب كويس. يا رب يا رب ان شاء الله يرجع ويرجع بقوه كمان مع صلاح ومع مروان ومع كل عناصر النادي الاهلي. ايه اللي قلقك من الدوري السنه اللي جايه او النسخه اللي جايه؟ اللي قلقني الرغي كتير والمواضيع اللي ملهاش لازمه والكلام الكتير اللي ملوش لازمه بيأثر على كل حاجه وبيأثر على المستوى وبيخلي الناس مش مركزه ومشتته ومواضيع تاخدنا في حته تانية. مع ان انا مقصود يا كابتن خالد الكلام ده مقصود؟ طبعا مقصود. ما انا زي ما بقول لك اللي بيشتغل ما بيتكلمش، اللي بيتكلم يبقى فيش شغل فلازم يتكلم. انا اتمنى ان يبقى كل واحد بيشوف شغله وكل واحد مسؤول في اي موقع مسؤوليه يعرف بيقول ايه. الكلمه دي ما بتطلعش كده اي كلام، لا، انا راجل مسؤول في موقع مسؤوليه لازم اعرف انا بقول ايه واقوله امتى وما اقولوش امتى، واقول ايه وما اقولش ايه، واستخدم انهي الفاظ، واسلوبي يبقى عامل ازاي، وطريقه اقناعي تبقى عامله ازاي. انما الجو اللي احنا فيه ده لا، مش جو كوره خالص. قابلتوا يعني الجو ده قبل كده كابتن خالد؟ خالص خالص. كانت الاجواء عامله ازاي يعني؟ قول لنا كده، فكرنا بالزمن الجميل. الاجواء كانت جميله جدا، احنا كنا يعني عايشين في هدوء تام تمام. بنروح بنلعب كوره عشان نمره واحد احنا بنحب الكوره، نمره اتنين عشان نمتع الجمهور بتاعنا، نمره ثلاثه عشان نجيب بطولات للنادي بتاعنا اللي بنحبه، نمره اربعه عشان ناخد فلوس اخر حاجه. يعني الفلوس دي كانت اخر حاجه. انا ما كناش، انا يعني ما افتكرش ان احنا كنا بنفكر في فلوس، ما بنفكرش. انا فاكر كاس مصر سنه 84 كسبناه 1-0، انا اللي جبت الجول. تمام. مش عارف خدنا 1500 جنيه مكافاه ولا ايه، مسابقه كاس. اي نعم كانوا 1500 جنيه دول فلوس يعني حاجه ولكن ما كناش بنفكر، احنا كنا عايزين نكسب عشان الكاس يبقى في النادي بتاعنا اللي بنحبه، عشان نفرح الجمهور في الاخر. بقى بعد ما نعمل كل الحاجات دي نقول احنا هناخد قد ايه، هي المكافاه كام، انها مش في دماغنا. التمرين بنروح بنتمرن، احنا استاد التتش ده كان بيبقى ب20,000 كل تمرين. الله. كل يوم. الله. كل يوم عشان الناس بتستمتع بينا في التمرين، فما بالك انت رايح التمرين وشايف 10 او 15,000 بيتفرجوا عليك كل يوم. انا نفسي تشوف حضرتك وانت بتتكلم عن الجماهير، يا يعني خبر. تشوف شكلك كده وانت بتتكلم، الجمهور مش حاسس تتكلم ازاي، بالذات جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو اللي عمل النادي. عشان كده انا بقول الجماهير دي اثرت تاثير سلبي بقله حضورها للمباريات. ما طبعا، فهم بس احنا برضو يعني دينا كلمه للجماهير. اتفضل. ان هم في ايديهم ان هم يرجعوا او ما يرجعوش، احنا مش عايزين اي حاجه. جميل قوي. نخرج عن النص، مش عايزين. وبعدين جمهور النادي الاهلي دايما معروف ده هو جمهور، يعني احلى جمهور في الدنيا، احلى جمهور في الدنيا. فكل الجماهير بتاعت كل الانديه هي نمره واحد، هي اللي متحمله مسؤوليه عوده الجماهير او عدم عوده الجماهير. ما هو لو في خروج عن النص هنرجع تاني، احنا مش عايزين كده. حتى لو في يعني مش عايز اقول استفزاز او في حد بيشد للكلام ده كله، خلينا احنا في شكلنا. طبعا اي كلام مستفز او اي كلام يرجعنا ورا اكنه ما اتقالش، يعني نسمعه من هنا ونطلعه من هنا. جميل. ما ندلوش اي اهتمام. جميل. لان أوي. انت لما بتركز مع الكلام ده بتديله قيمه بالظبط وبتديله اهتمام. بالزبط. لا لا لا، اكنه ما اتقالش. وخلي اللي بيقول الكلام ده هيتعب، يعني اللي بيعمل الكلام ده واللي بيقول الكلام ده هيتعب ويزهق. والله ما بتعبوا ولا بيزهقوا، بس هيتعبوا. هيتعبوا باذن الله. ما احنا طول ما احنا نكسب، ما احنا بقى عشان هم يتعبوا نكسب ونمشي كويس وناخد بطولات وخلاص، احنا نعمل اللي علينا وخلي الناس التانيه تتكلم وتتعب وتاتي. شايف ان يعني ما شاء الله ما شاء الله جماهير الاهلي عندها حق طبعا ان هم ياخدوا كل البطولات، دايما طموحهم. وحضراتكم اللي عودتوا الجماهير على طبعا، يعني كل جيل كان بيعود جماهيرنا كل حاجه بتاعتنا. أيوة. فالجماهير بقى حقها المشروع كل البطولات، هو ده، ما فيش عندي حلول. شايف النادي الاهلي اتهز؟
يعني في فترات، في فترات طبعا يعني. ده طبيعي ولا مش لا طبيعي؟ ده طبيعي في الكرة، طبيعي تمام. في الوقت ده غير ايامنا، ايامنا كان كل البطولات كانت العمليه. لا دلوقتي في صعوبه، لان في برضه بقت دخل الاحتراف، وان انت تستجلب لعيبه، وفي جدا عوامل كتير جدا جدا جدا، فانت مش هتكسب على طول. اصل حضرتك ما شفتش الكلام ده كابتن خالد، ما شفتوش اللي حصل السنه اللي فاتت في حياتك اساسا؟ لا لا ما شفتوش خالص. ولا كنت تتوقعه؟ لا لا خالص. والسنه اللي فاتت كنت بطلع نفسي من الكلام دي، اي حاجه فيها رغي وكلام واستفزاز ولا ما شوفهاش، عشان ما دخلش نفسي في المود ده، لان جو الكوره وجو الرياضه هو انقى جو. مش كده؟ انقى جو واحلى جو. طب ودلوقتي شايف الجو ازاي؟ لا ملوث. انا الله يكون في عمق بصراحه، لان انتوا عشتوا زمن كان زي ما حضرتك بتقول الجو نقي وجميل وجو كوره وجو جداً. نضيف، ما كناش بنسمع الحاجات اللي بنسمعها. لا 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 خالص. الله يكون في عمق في اللي انتوا بتشوفوه. لا احنا مثلا اتعودنا صعب شويه، لكن حضراتكم عشتوا من زمن جميل قوي. الحمد لله كنا كلنا بنستمتع بيكم، وكلنا بنتفرج على قمه النظافه في كل حاجه. الحمد لله. لكن دلوقتي الدنيا لا بقت صعبه، ومع كده الاهلي بيحافظ على شكله وبيحافظ جداً على جمهوره. لا والنادي الاهلي طول عمره هيحافظ على شكله وبيحافظ على جمهور، وجمهوره هيحافظ على النادي وهيحافظ عليه. يعني النادي الاهلي حاجه تانية، والنادي الاهلي منظومه تانية، وجمهور النادي الاهلي حاجه تانية، حاجه عظيمه جدا جدا جدا. فنتمنى باذن الله تعالى ان جمهورنا السنه دي لازم يكون ورا فرقته، لازم يكون موجود في الملعب، لازم باي صوره من الصور. لازم. لو انتوا عايزين تضايقوا اي حد، كلمه لجمهور النادي الاهلي، لو انتوا عايزين تضايقوا اي حد ممكن يستفزكوا او حاجه، لا نخلي سلوكنا كويس عشان نفضل موجودين في المدرجات. بالظبط. لان يوم ما اللعب بدون جمهور اكتر فرقه هتنضر هي فرقه الاهلي، مش اي فرقه تانية. هو وجودهم وان هم يملوا استاد ده في حد ذاته استفزاز لاي حد تاني ما بيحبش طبعا الاهلي. لازم نحافظ على كده ايا كان، ما نلتفتش، المهم جمهورنا يكون موجود في الملعب. جميل قوي يا كابتن، لان جمهور النادي الاهلي ده مفيش جمهور زيه. والله جميل جدا، وانا بتفق معاك جدا، ودايما بقول يا جماعه يعني معلش معلش نستحمل ونخلينا ورا المدينة ونخلينا في شكلنا زي ما الكابتن خالد بيتكلم. يعني كابتن خالد عاش في احسن حالات النادي الاهلي مع جيل كله ذهب. اه طبعا كله ذهب. اه طبعا كانت كوره، الكوره بس يعني كانت المناوشات كانت بتبقى شكلها ايه يا كابتن؟ فكرنا كده يعني، بنقولوا ايه في مناوشات بقى شكلها ايه الجماهير بقى لما تناوش بعض؟ مش عارف والله انا ما افتكرش كان في مناوشات خالص فعلا. بالعكس، هو كل فرق كل جمهور كان بيشجع فرقته، ما فيش في الاخر صحابه بتاعه بالظبط. ومن قبل الماتش انا يعني من قبل الماتشات ومن بعد الماتشات لا ما فيش اي مناوشات، بالعكس ده يمكن كان حاجات دمها خفيف وحاجات فيها ضحك وبتاع، بس ما فيش اي استفزاز ولا في اي كلام خروج عن المألوف ابدا. لا اللعيبه كلها كانت اخوات وكانت اصحاب، وكانت منافسه جوه الملعب بس، بمجرد ما الماتش بيخلص ما خلاص الدنيا خلصت. وانا جاي بفتح كده المواقع، فجاي جايبين صوره الكابتن الخطيب، وكان اعتقد الكابتن حسن شحاته لما الكابتن الخطيب راح ماتش الاهلي والزمالك، تيشيرت الزمالك بالظبط، وجماهير نادي الزمالك راحت شجعت الاهلي، وجماهير نادي الاهلي راحت شجعت الزمالك. فعلا كلام طبعا طبعا حصل حصل. يعني انا بقول لك كان على طول الكلام ده بيحصل، يعني كان على طول الكلام ده بيحصل. والله مش عارف اقول لك ايه، انا نفسي يعني انا نفسي فعلا. احنا بنقعد نناوش كده، احنا كقناه اهلي بنناوش يعني في المسموح قوي، في المسموح قوي قوي، وغرضنا اقسم بالله ان احنا بس ايه اللي عارف اللي هو بنناوش بس. أيوة. بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام. أيوة. لكن لما بنلاقي الموضوع حتى احنا على صفحاتنا، لما بنلاقي الموضوع اول لو ضايق حد بنروح شايلين الكلام خالص وبنرجع بنناوش اللي هو الكلام اللي بيتكلم فيه كابتن خالد. لكن عمرنا ما كان هدفنا ان احنا يعني نسير حد او نحرض حد لا سمح الله خالص، وعايزين الدنيا ترجع زي الجماهير تروح تشجع. نتمنى باذن الله رب العالمين. يا رب يا رب باذن الله. كابتن خالد، زياده عدد الاجانب في الفرق شايفه ازاي؟ وشايف اللعيبه شمال افريقيا الموضوع ده شايفه ازاي؟ هل هو مفيد ولا مضر ولا لا؟ مش مفيد طبعا، مش مفيد طبعا. انا شايفه ان ما عندناش لعيبه. انت طول ما هتزود الاجانب يبقى انت ما عندكش لعيبه، واحنا ما عندناش لعيبه عشان تحافظ. ما عند يعني عادي، مش لعيبه يعني في النص. عندنا حاجات بس مش كتير، عندنا حاجات كويسه بس مش كتير. ولا ما عندناش حد يشوف اللعيبه؟
لا ما عندناش حد يشوف اللعيبه. نمره اتنين مع اللعيبه يعني بتقل، عدد اللعيبه المميزه بيقلوا، فانت عشان كده بتجيب لعيبه اجانب بتزودها عدد. ايه السبب في قله اللعيبه المميزه؟ انت عايز تقول كلامه متحفظ شويه؟ اه طبعا طبعا. هو التدريب اساسه ايه؟ يعني وظيفه وظيفه المدرب ايه؟ في نواحي فرديه بالنسبه للاعب الكوره، لازم المدرب يرتقي بالنواحي الفنيه لازم. بالنسبه للعيب يعني مثلا انا عبد الحميد حسن بيتمرن معايا بيلعب بدماغه كويس، ممكن معايا تلاقيه ما بيلعبش بدماغه نسي. فهي المدرب متاكد على دور المدرب طبعا. فاحنا يعني بنعاني من قله المدربين طبعا. وبعدين انت عشان تعرف الكويس من الوحش، ما تزود الناس اللي بتشتغل بدل ما يبقوا خمسه خليهم 25، فهتعرف مين الكويس ومين الوحش، هتنقي حتى اللعيبه، لان المردود بتاع المدرب الكويس بينطبق مردوده بيجي على اللعيبه اللي بيمرنها طبعا. يعني والمدرب طبعا. الوحش مردوده بيجي على اللعيبه اللي بيمرنها، تلاقي اللعيبه مستواها اقل فرديا وجماعيا. انما طب ما توسع القاعده، ليه يبقوا ثلاثه؟ ليه يبقوا اربعه؟ هو مصر مكتوب عليه، احنا خلي بالك النغمه دي ماشيه من 30 سنه، يعني من 30 سنه كان في خمسه مدربين هم اللي بيشتغلوا، عدى 10 سنين. على فكره يا كابتن هو مش عيب مدرب، هو عيب اختيار طبعا. لا يعني انت بتشغلني في مثلا بالظبط. وعيب الاختيار طبعاً. يعني انا مثلا ماسك نادي، مدرب ماسك فرقه وما عملش معايا حاجه، بجيبه تاني في نادي تاني بيمشي بجيبه. طب ما هو ده عيب انا صح. والكلام ده مردوده بيبقى على اللعيبه بشكل سيء جدا صح. ويبان امتى؟ لما تقعد مع اللعيبه تتكلم معاها، يعني اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي اقعد اتكلم معاها. اللي بيختار حضرتك قلت الكلام ده في الاول، اللي بيختار غير مؤهل للاختيار اصلا بالظبط، او ما لعبش كوره او ايا كان. كل ما هتوسع القاعده، كل ما هتوسع القاعده على مستوى المدربين هتلاقي لعيبه جديده بتطلع. ما انت يعني الدنيا يبقى في تواصل، انما احنا لا، اللعيبه اللي موجوده نقدر نقول 6 من 10، وفي شويه 7 من 10، فانت بتزود عدد الاجانب بتجيبهم عشان ترتقي بمستوى المسابقه بتاعه الدوري بتاعتنا. يعني الدوري السعودي كام لعيب؟ 6 أو 7، حاجه برضو كبيره جدا. ليه؟ اللي اشتغل في السعوديه يعرف، لان ما فيش لعيبه بتطلع بالزبط. فلو ما عملوش كده ممكن ما يبقاش في دوري بالزبط. مش ما يبقاش في فرق بالزبط. فانت بتزود عدد الاجانب، فاحنا هنا اهو بنزود عدد الاجانب. يقول لك واحد من شمال افريقيا، يبقى يعني ايه واحد من شمال افريقيا مش اجنبي؟ ما انا مش عارفها بتخدم مين. ما دي بتخدم ناس معينه. طب الدوري الانجليزي، ارد عليك بلسان الناس يعني عشان انا مقتنع بكلام حضرتك. الدوري الانجليزي يقول لك طب ما الدوري الانجليزي كله محترفين، هل كده، هل معنى كده ان ما فيش في انجلترا لعيبه كوره؟ شوف بقى منتخب انجلترا، لا في لعيبه كوره. منتخب انجلترا فين؟ ليه عاملين بطولاته ايه؟ منتخب نيجي بقى للمنتخب، مفيش بقى، كلهم محترفين مفيش. بس من دول ثانيه بالظبط. طب لما تيجي بقى لمنتخب انجلترا فين هم؟ منتخب كويس، بس فين بطولات؟ فيه مفيش. طب انا في الحاله الاحترافيه اللي انا فيها، هدفي ان انا انمي الدوري بتاعي واخليه اقوى دوري في العالم، وان انا اجيب استثمارات ويبقى عندي استثمارات بحجم الدوري الانجليزي مثلا يعني، ولا ان انا اخد بطوله مع منتخب بلادي؟ ده اللي بيحصل في الدوري الانجليزي. ده الفكر. ان ازاي ان الدوري الانجليزي يبقى اقوى دوري في العالم، الاحترافي، وهو ده موجود، وفكر بالزبط. تسويقي لان بالزبط. بيجيب بيدر فلوس رهيبه بالظبط. فهو ده اللي موجود في الدوري مش الانجليزي. مش مشكله ان انا اخد كاس عالم ولا كاس اوروبا، ماشي عايز. الدنيا ماشيه فماشي. انما الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم واسرع دوري في العالم. ليه؟ اللعيبه اللي بتجاب من بره دي ومدربين ومدربين احسن لعيب. جوارديولا راح قلب الدوري الانجليزي، جوارديولا راح قلب الدوري الانجليزي كله، غير فكر الكره الانجليزيه خالص. حضرتك طبعا عارف الدوري الانجليزي كان كله كور طويله وكله الناس بتنط مع بعض. دلوقتي الجول بيلعب، مع انهم كانوا بيتريقوا على جوارديولا في الاول. انما اهو، طب لو جوارديولا ما راحش، يعني ما هو ده بقى تاكيد لفكر كلامي اللي كنت بقول لك عليه. تمام. التجديد بالزبط. الفكر الجديد بالزبط. هم عشان يطوروا كمان الكره الانجليزيه والدوري الانجليزي، مش المنتخب، الدوري الانجليزي، عشان يفضل ان هو اقوى دوري على مستوى العالم، لما جابوا جوارديولا غير شكل الكوره اللي كانت. هو قاصدين ان هم يجيبوا جوارديولا بمبلغ يعني خيالي. كويس، لو جوارديولا ما جاش كان الدنيا فضلت زي ما هي بالظبط. طب لو الناس هنا هو اللي بتشتغل، جه عليهم حد جديد شويه، ما انت ممكن تلاقي حاجات جديده وفكر جديد يعني هي الكوره مش اللي بنلعبها دي بالظبط. يعني كره القدم مش اللي احنا بنتفرج عليها دي. تكيس اللي ماسك دجله دلوقتي يا كابتن، مدرب كويس،
كلنا قلنا. انا بقى بص انت جبتني في حته، لو انا مسؤول وعايز مصلحه الكوره في الوقت اللي احنا فيه ده، في الوقت اللي احنا فيه ده، احنا سياده رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مدرب وطني هو قال كده. بس انا لو انا مسؤول، مش معنى كده ان الواحد ضد، لان هو يمكن قال كده هو برضو مش مجاله يعني، هو بالزبط. لان كان عندنا واحد اجنبي وفشل فقال لك يبقى وطني يعني. بالظبط. انها لو انا مسؤول عشان الفلوس الكتير، لو انا مسؤول وفني كنت جبت بتاع وادي دجله ده تكيس، لان فلوسه كمان مش كتير. ليه بقى تكيس؟ ما هو مش حكايه تكيس وخلاص. ليه بقى تكيس؟ لان احنا زي ما قلت لك الامكانيات الفرديه بتاعت لعبتنا في الجيل ده دلوقتي متوسطه مش عاليه. الحل الوحيد ان احنا يكون لينا شكل، يبقى ويكون مدرب فرقه كويس مؤثره قوي. ازاي مدرب يخلي لعب الفرقه جماعي مش فردي؟ لان جميل. فردي ما عندكش غير محمد صلاح، حتى لو عندك صلاح وتريزيجيه، وحتى صلاح لو لوحده ولا تريزيجيه مش هيقدر وما يقدرش. انت لازم لعبك يبقى جماعي، لان كره القدم لعبه جماعيه يعني مش فرديه. خلاص بقت كلها جماعيه في العالم. فالراجل ده متفوق في الحته دي، هو باقل الامكانيات في وادي دجله، باقل الامكانيات عمل شكل الوادي دجله بس وعمل فرقه. بس خلي بالك هو معاه اولا مفيش عليه ضغط جماهيري، معاه اداره متفهمه جدا للدور اللي هيعمله تكيس. حتى احنا كل مصر كانت بتقول لك دجله بينزل، والراجل اشتغل. انا كويس اشتغل ونجح، مفيش جماهير. لكن لو في ادى شكل، لو في جماهير يعني تكيس مثلا لو في النادي الاهلي مش هيستنى 3-4 ماتشات من الجماهير والضغط الجماهيري والدنيا ولو كلها. لو كسب الناس هتشيله فوق دماغه. بس طيب يعني برضو الحكم ما بيبقاش مسبق. لا خالص، انا اكتر مدرب خالص اكتر مدرب عجبني في الدوري السنه اللي فاتت هو ده. بس عجبنا كلنا، بس احنا كلنا فاهم وبيشتغل يعني. هو فاهم شغله، هو مش عايز واحد هو مش عنده تارجت وحققه، وفاهم شغله. بالظبط فاهم شغله. شغلته مش موظف، لا هي دي شغلته. شغلته ان هو مدرب كوره، ازاي يعمل فرقه، ازاي يخلي الناس متجانسه، ازاي يوظف اللعيبه مظبوط. في لعيبه شفناهم نجوم ما كناش عارفين انهم نجوم قبل كده. من احنا ما فيش ما عندوش نجوم، واد دجله ما عندوش نجوم. هم لعيبه كوره، هو عمل منهم فرقه. بشكل وشباب صغير لسه. طيب وده المطلوب في الكوره. هو ايه بقى؟ بص هقول لك حاجه، لما بتجيب حد فاهم وبيشتغل الشغلانه دي بيوفر عليك حاجتين. فلوس. ما الولاد الصغيرين اللي انت بتقول دول صغيرين، دول بكام؟ هو ولا حاجه. ولو هو بقى بيجيب لعيبه بقى بملايين كان بكام؟ فهو وفر على وادي دجله فلوس كتير، ووفر عليهم وقت. اللي اتعمل في فرقه وادي دجله في الوقت ده تمام، لو هو مدرب مش موهوب وفاهم ما حدش يعرف يعمل. كمان لازم نسقف للمهندس ماجد. طبعا طبعا، برضه عقليه احترافيه جباره جدا، ومش عايز يصرف. ما هو العقليه يعني هي قصه الكوره ايه دلوقتي؟ بالزبط. التسويق، ان انا ما اصرفش كتير، اداره، واعمل شكل كويس قوي. اداره. يعني لو حضرتك متولي مسؤوليه اختيار مدير فني تجيب تكيس كنت وانت مغمض؟ طبعا طبعا. ايه بس ماشي. انا مقتنع بكلامك والله العظيم. طيب الحمد لله، مقتنع بكلامك. متفائل ان احنا جبنا لعيبه على احسن ما يكون في النادي الاهلي، عندنا اختيارات زي ما حضرتك قلت في كل مركز او كل بوزيشن، 2-3 لعيبه. مدرب عنده طموح عايز يعمل حاجه، سمع اللي بيتقال عليه فعايز يغره كلام الناس كلها ويقول انا يا جماعه انا مدرب عندي طموح ومدرب كويس. انا مش مؤمن بالسي في يا كابتن، يعني السي في مش مقياس. ببقى مؤمن بيه لغايه اللحظه اللي انا يعني خلاص انا هبدا يوم تاني، فخلاص السي في ده بالنسبه لي اتلغى. تمام. حضرتك عندك وجهه نظر ثانيه؟ لا مظبوط. تمام. اوافقك. بالظبط يعني. وضربت مثل بصراحه مع مستر مانويل جوزيه، يعني عنده سي في مع النادي الاهلي ولا اروع من كده. طبعا. وطلع بره ما حققش نجاحات. بالظبط. فهو الموضوع مرتبط كله يعني سلسله. الحته دي بقى ترجعنا لقماشه اللعيبه زي ما قلت لك في الاول. القماشه ايه؟ تنجح طبعا، واداره كل حاجه. طبعا منظومه، طبعا منظومه كامله. ايوه منظومه كامله. بس اللي بيواجهه بقى المدرب في الملعب اللعيبه. بالظبط. القماشه حلوه بتفتح نفسك وبتخليك كويس والدنيا بتبقى حلوه جدا، فاهمني؟ ف زي ما انت قلت مهم جدا، مهم جدا. احنا الفتره اللي فاتت النادي الاهلي جبنا لعيبه على اعلى مستوى، مدرب باذن الله
هيطلع كويس ونتمنى التوفيق ليه. لازم نتفائل. لازم نتفائل ونتمنى له التوفيق باذن الله. انا بس في ملحوظه واحده. اتفضل. معلش يمكن انا الملحوظه الوحيده اللي اخدها على فرقه النادي دلوقتي تمام اللعيبه. اللعيبه لازم تنسى انا عقدي كام وانت عقدك كام والقصص دي. الكلام ده لازم يتقفل ويتنسي ويتحط قدامهم. يعني انا دايما لما بتكلم نمره واحد اكلم اللعيب سواء بالسلب او بالايجاب قصه العقود وده بياخد وده ما بياخدش وانا باخد وبعدين الاقدميات مش بالفلوس. مش ان انا باخد عقدي اعلى من عبد الحميد وانا اقدم وانا مش اقدم من فعبد الحميد ما اقدرش يكلمني. لا في حاجات صغيره حاجات صغيره هي اللي بتجيب التوفيق وهي اللي بتجيب المكسب. ففي حاجات عشان انا عارف الداخليات قوي بعرف في حاجات لازم تقف بعيد عن التدريب بقى وبعيد عن القصص دي. اللعيبة تنسى العقود كل واحد بياخد كام دي حاجة ده رزق كل واحد يتنسي. احنا في شغل كل واحد بيعمل شغله فقط لا غير. أقدمية اللعيبة لازم تحترم. الكبير الصغير بيحترم الكبير والكبير يحترم الصغير. تمام. النقط دي مهمة جدا. بس يا كابتن كلامك يعني في منتهى الأهمية بس برضو انت بتكلم برضو إنسان يعني ما بتقولش ما بتدخلوش كارت فخلاص هو خلاص انا هنسى الفلوس. بيسمع وبيشوف وبيشوف لعيبه الارقام عليت قوي يا كابتن خالد عليت ايوه ومبالغ فيها بشكل مش طبيعي. وانت المفروض ان انت عندك يعني صفوه اللعيبه طبعا معروف الانديه الكبيره بيجيبوا صفوه اللعيبه فلما يسمعوا ان في لعيب في نادي معين بياخد اضعاف اضعافه نحلها ازاي؟ امال الفانيلا اللي انا لابسها دي ايه تمنها ايه؟ هو ده اللي بتكلم فيه. يعني التيشيرت بتاعت نادي الاهلي ولازم يقتنع بالتيشيرت اللي تمنها ايه؟ بالزبط. كم مليون؟ لا يعني لو هنقيسها بالفلوس الفانيلا اللي اي فانيله النادي الاهلي دي اللي اي لعيب يلبسها لا تقدر بفلوس لا تقدر باي ملايين. لو انا باخد اقل من حد انا لابس فانيلا تساوي مليارات. المهندس عادل القيعي ربنا يديله طول العمر وانا رايح النادي الاهلي طبعا كان اسعد خبر في حياتي. فقال لي انت عايز كام؟ قلت له انا كده معايا مليون جنيه تمام التيشيرت حط لي بقى فوق المليون جنيه فلوس. فالتيشيرت فعلا ثمنه غالي جدا تيشيرت النادي الاهلي كمان طبعا والنجوم اللي فيه تملى السماء طبعا طبعا ان شاء الله نزودها تاني يا رب العالمين باذن الله. جبنا يعني مش عايز اقول لحضرتك جبنا اللعيبه وعندنا مدير فني عنده طموحات شايفنا في افريقيا ممكن نروح فين؟ بطولة أفريقيا تتكلم عليها مش في بدءا من دوري المجموعات وبعد كده. بطولة أفريقيا بقت في منتهى الصعوبة مش علينا بقت صعبة جدا على كل الفرق. على الكل كله دعم وكله اتطور بالظبط وكله بيصرف وكله جاب لعيبة على أعلى مستوى عالي جدا بالظبط. عشان كده الفانيلا اللي احنا بنلبسها دي يعني ما نغمضش عنها دايما حاطينها قدامنا ودايما حاطين جمهورنا قدامنا ازاي نفرحه. بطوله افريقيا هتفرح ناس كتيره جدا احنا متشوقين ليها أوي. نفسنا ناخدها ونفسنا نروح لكاس العالم للانديه. فعشان الكلام ده يحصل لازم يبقى فيه تنازلات ولازم يبقى فيه انكار للذات ولازم ان انا انسى ما افتكرش غير حاجه واحده النادي بتاعي وجمهوري. ازاي انجح عشان انجح النادي بتاعي وانجح جمهوري ما افكرش في اي حاجه تاني. فانا شايف ان ما فيهاش اي مشكله بشيء بس من التركيز مش التركيز العادي بتاع الدوري لا 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 خالص. الدوري ما عندناش فيه اي مشكله احنا الدوري ما فيش فيه مشكله بشيء من انذاري نرتقي بنسبه التركيز بتاعتنا لبطوله افريقيا لان هي بقت من البطولات الصعبه وبقت من البطولات اللي احنا متعطشين فيها. جمهور النادي الاهلي متعطش ليها مجلس اداره النادي الاهلي متعطش ليها احنا كلعيبه قدامى ومحبين للنادي متعطشين ليها. فمزيد من التركيز ومزيد من التدريب الجيد يعني كل واحد ما يبقاش التمرين ان انا بروح التمرين وامشي لا انا بروح التمرين عشان استفيد وعشان ادي بشكل كويس تمام. لان كل نقطه عرق بتنزل من اي لعيب في النادي الاهلي دي بتتحوش لنهائي بطوله افريقيا تمام. او للسيمي فاينل بتاع بطوله افريقيا تمام. لربنا يدينا لا يحصل عدم توفيق فانا تمام. اتمنى لهم يعني ياخدوا الامور لعيبه النادي الاهلي تاخد الامور بجديه اكتر من كده اكتر من كده لان المرحله اللي جايه محتاجة إن كل الناس تتكاتف وكل الناس تبذل أقصى ما عندها ومحتاجين الجمهور قوي طبعا. الجمهور ده نمرة واحد ما فيهوش كلام. جمهور النادي يعني نمرة واحد وأنا أتمنى إن نفضل نلعب بجماهير لأن أكتر نادي بينضر في عدم وجود الجماهير هو النادي الأهلي.
انا بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك يا ابو حميد، ودايما منورنا. الله يخليك، منور بيتك في القناه، وما تاخرش علينا لو سمحت. لا مش هتاخر، تحت امرك. ربنا يخليك. شكرا يا ابو حميد، شكرا. ربنا يخليك. دي كانت فقرتنا مع النجم الكبير الكابتن خالد جدالله، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، واكيد استفدنا منه ومن كلامه، كلام مهم جدا نتكلموا فيه. هنطلع فاصل، خلال الفاصل هنشوف تقرير مع سامي قمصان مدرب النادي الاهلي من غينيا الاستوائيه، وبعده مع النجم محمد سعيد. شكرا جدا جدا، واشوفكم على الف خير. عشنا كتير في افريقيا واللعيبه نفس القصه، يمكن الامور دي بالنسبه لنا عاديه، لكن بالنسبه له طبعا كانت حاجه صعبه جدا. انت عارف حتى المسافات بين اوروبا يعني بسيطه جدا، ساعتين ثلاثه اقصى حاجه يعني، لكن ان انت تعمل رحله طيران حوالي من 12 ل 14 ساعه كانت حاجه شاقه جدا يعني عليهم، لكن احنا كنا مؤهلين لكده. بنحاول نقول له كل المعلومات المتاحه بالنسبه لنا عشان نساعده ان هو برده ممكن يبقى في البرنامج بتاعه، ما يقدرش يعني ما يعملش حاجه تكون اوفرلود على اللعيبه او الكلام دوت يعني. لكن هو طبعا اتعامل بصدر رحب جدا مع الامور، وعارف ان دي يعني امور طبيعيه، وان شاء الله تاقلم عليها ان شاء الله. كنا عملنا اول ما وصلنا بعد ما اللعيبه ارتاحت شويه واتغدينا، عملنا تمارين خفيفه، اطالات وحاجات ريكفري كده كويس يعني. والنهارده ان شاء الله عندنا تمرين ان شاء الله تاني في الملعب، مباراه النهارده وبكره ان شاء الله. اكيد طبعا، اكيد طبعا، انت بتعرف برده الملعب وابعاده وتحس الملعب ايه، عكس ما تلاقي تمرن فيه تمرينه واحده وبتبقى مثلا مرتبطه برده بساعه. انت دلوقتي بتاخد لك ممكن النهارده تاخد ساعه او ساعه وربع مثلا، وبكره نفس القصه. بتساعد اللعيبه، بديها احساس كويس بالملعب يعني، وتشوف الارضيه وتشوف مكانك انت كلاعب، بتحس بمكانك في الملعب. فاعتقد دي ميزه الحمد لله طبعا، نشكر عليها طبعا الجهاز الاداري زي ما حضرتك قلت، كاب سيد وكاب سمير كابتن ماهر، واعتقد ان برده تاريخ النادي الاهلي اهله اللي هو ان الناس تكون متعاونين، الناس مبسوطين جدا ان النادي الاهلي موجود، واعتقد ان ده شرف لاي فرقه اللي هي تلعب النادي الاهلي. لا اعتقد ان شاء الله النادي، لعيبه النادي الاهلي متعوده اللي هي مرت بالمواقف دي كتيره جدا وبالاجواء دي كتيره جدا يعني، وبالرطوبه، ولعبنا في ظروف اصعب، ولعبنا في نقص اكسجين في بلاد معينه. فاعتقد اللعيبه عندها من الخبرات اللي تاهلها ان شاء الله اللي هتقدم مباراه كويسه يعني. ممكن الراجل يتكلم على الموضوع ده، انت عارف الدنيا دلوقتي متاحه جدا اللي انت تعرف معلومات عن اي مكان في العالم في لحظه يعني. فاعتقد ان شاء الله الامور تبقى تمشي زي ما هو، زي السيناريو اللي هو عامله، زي التوقع اللي هو عامله ان شاء الله، وان اللعيبه ان شاء الله تستوعب فكره. الراجل من يعني من الناس انا شايفها منظمه جدا، يمكن الواحد اشتغل مع الفتره اللي فاتت ديت مع ناس سواء مستر كارتيرون او مستر لاسارتي، كل شكر ليهم طبعا، كل تحيه. لكن اعتقد ان هو راجل مختلف يعني، راجل عنده طموح، راجل عنده بلا معين عاوز هدف يحققه، واعتقد ان طموح النادي الاهلي ان شاء الله يبقى متناسب جدا. احنا اول ما عرفنا اللي احنا هنلعب كان سبورت يعني، عندنا فرق الفرقه وعملنا تقرير كويس للراجل، والراجل اتفرج، والراجل برضو معاه مساعدين اتفرجوا، عملنا كل المعلومات المتاحه للراجل يعني اللي ساعده ان شاء الله اللي هو ياخد قرار كويس من ناحيه التشكيله ومن ناحيه الخطه بتاعه المباراه يعني. فاعتقد ان احنا، انت عارف ان احنا بنشتغل على طول اول كده يعني. فده اهم حاجه بالنسبه لنا، ان احنا نوفر له كل المعلومات المتاحه، سواء من اللعيبه اللي عندنا. يمكن هو كان عنده معلومات كبيره جدا عن الفرقه، لكن احنا برضو كان دورنا ان احنا نساعده من اللعيبه وبتاريخها وعدد المباريات اللي بيشارك فيها، وان في لعيبه بتلعب في اكتر من مركز يعني. يمكن ده دورنا، وده الطبيعي اللي اي حد مصري بيشتغل مع حد اجنبي في النادي الاهلي اللي هو بيساعده في الامور دي. لا يمكن هو الراجل اتكلم في النقطه دي، وكانت نقطه مهمه جدا يعني، ان احنا دلوقتي اهم مباراه بالنسبه لنا هي مباراه كانسبورت، دي مهمه جدا، دور في افريقيا. ما ينفعش افكر في ماتش وانا لسه عندي ماتش يعني، ده بيقلل تركيز لعيبه وبيخلي اللعيب يبقى مشتت يعني. كل لعيبه دلوقتي مهيئه اللي هي عندها ماتش مهم في افريقيا، كل لعيبه عاوز تثبت نفسها، كل لعيب عاوز يبقى جدير اللي هو يبقى في التشكيل الاساسي النادي الاهلي. يمكن هو ده اللي الراجل بيحاول يوصله، واعتقد اللي هو كان نجح فيه جدا يعني. انت عارف ان انت كده كده المفروض ان انت تلعب كل المباريات، كل الفرق في الدوري يعني، كده كده هتلاعبهم يعني. يمكن النادي الاهلي اعتقد ان الفرق كلها هي اللي بتبقى عامله احسن. النادي الاهلي انت بطل، انت السنين اللي فاتت كلها انت الحمد لله اكتر فرقه في تاريخ مصر كلها واخده بطولات في الدوري العام. فاعتقد ان احنا بالنسبه لنا طبعا نحترم كل الفرق ونقدر كل الفرق، لكن دي قرعه، واحنا ان شاء الله نستقبل اي حد، وان شاء الله اللعيبه قادره والجهاز قادر ان شاء الله ان احنا نحافظ على اللقب. لكن الحاجه الايجابيه اللي تحسب برضه لجنه المسابقات اللي هي مش موجهه، ودي حاجه بدايه كويسه جدا. في الاسبوع الرابع يعني ما حصلتش من سنين، مش مشكله حتى لو في الاسبوع الاول، ده دي قرعه، دي اوروبا كل الفرق كده متاحه، انت كده هتلعبها يعني. فاعتقد دي من دي يعني فيها شفافيه كبيره وفيها حيديه كبيره وفيها
فرق كتير قوي لكل الفرق يعني. اعتقد ان شاء الله اللي ربنا يكرمنا ووفقنا ان شاء الله. لكن برضو زي ارجع اقول لك برضو ان الاهم بالنسبه لنا هي المباراه دلوقتي. طبعا النهارده زي ما انت قلت وصول النهارده كل لعيبه ديانجي وازارو وعلي معلول وجيرالدو طبعا قوه لتمثل الفرقه. ويمكن زي ما انت قلت برضو صعوبه ان الراجل ما شافهمش على الطبيعي يعني، او ممكن عنده معلومات لكن مع يعني مش عارف هيبقى تفكيره ايه برضو ليهم. لكن ان شاء الله انت كل ما يبقى عندك لعيبه كتيره متاحه اعتقد بتبقى عندك فرصه يعني. لكن نتمنى ان شاء الله اللي هو ربنا يكرمه ويوفقه للتشكيل الانسب يعني. واللعيبه انت عارف لعيبه النادي الاهلي كلهم ما شاء الله يعني، لعيبه رجاله ولعيبه دوليه، وان شاء الله قادر اللي يتحقق الهدف وتحقق فكره ان شاء الله يعني. جمهور النادي الاهلي طبعا بقول له انت، وكل مره بكررها يعني، ان انت النادي الاهلي ده معمول كله عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي. والنادي الاهلي ده زي ما كل الناس بتقول ده حماه، وده السند بعد ربنا للنادي الاهلي كله. عاوز اقول له لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في مجلس الاداره، لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في لجنه التخطيط، لازم يكون عندك ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني وفي اللعيبه. ناس كتيره بتحارب النادي وده حاجه معروفه كل الناس يعني. لكن هيفضل النادي الاهلي هو نادي القرن، هيفضل النادي الاهلي بطل افريقيا. كل دوت معمول عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي. وزي ما انا قلت يعني، لو الناس بتتمنى فعلا فشل النادي الاهلي، واحنا بتقول ان احنا انت جايب مدير فني مش على قد المستوى، طب ما الافضل ان انت تسكت مش الافضل ان انت تهارب بالظبط يعني. فاعتقد فدي رساله اليوم. وانا عارف جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر لعيبته، في مجلس ادارته، مجلس ادارته المتمثله في كابتن خطيب راجل اعظم من لاعب كوره في تاريخ النادي الاهلي، لجنة التخطيط متمثلة في ثلاثة في كل مستويات، الشيخ طه ما شاء الله، أجيال مختلفة، كاب زكريا، كابتن خالد بيبو. فأعتقد كل الناس دي عمرها ما هتفكر في ضرر النادي الأهلي، بالعكس كل الناس دي هدفها اللي هي جمهور النادي الأهلي، بطولات للنادي الأهلي، كل الحاجات دي. فأعتقد إن شاء الله اللي احنا هنعمل علينا هنموت نفسنا، ما فيش حد هيقدر يبخل بأي جهد ليه عشانكم وعشان يساعدكم. لأن برضو زي ما أنا قلت كل مرة، النادي الأهلي معمول عشان إرضاء جمهور النادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله. فقره مهمه جدا، لان فقره بتتكلم عن التاريخ، بتتكلم عن الرموز. يمكن خلاص، يمكن منذ يومين او امس كان ذكرى ميلاد الكابتن صالح سليم المايسترو، رئيس النادي الاهلي الاسبق وصاحب التاريخ الطويل كلاعب وكاداري وكمسؤول وكرئيس للنادي. كلام كتير ممكن يتقال عن المايسترو صالح سليم، لكن بالتاكيد في هذه الفقره وفي هذه الحلقه معانا ضيف مهم جدا، لانه عاش وعاصر هذه الفترة المهمة جدا من تاريخ النادي الأهلي أو من تاريخ الرياضة المصرية بشكل عام. ضيفي وضيفكم الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ سعيد وهب. أستاذ سعيد أهلا بيك، منور الدنيا. أهلا بيك يا محمد، أشكرك جدا. العفو على إيه، بس أنا سعيد جدا أنا هتكلم معاك عن هذا الموضوع، ذكرى ميلاد المايسترو. والمايسترو لو فتحنا كتاب التاريخ هنقول كلام كتير وكلام مهم. تحب نبدأ من أول ما كان لاعب أو لما شفت عاصرته لما كان رئيس للنادي الأهلي، ولا عايز تبدأ من أول فين؟ احنا ممكن نبدا من لما كان لاعب ونقول ان هو كان من الجيل او اللاعبين القلائل جدا اللي تركوا بصمه في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي. جيل الحريفه او قبيله اللعيبه الحريفه اللي هو تحب تتفرج عليهم. كان صالح سليم كان طريقته في الملعب تحب تتفرج عليه، هو بيجري بالكوره، هو بيعمل باس، بيعمل ثرو باس، وبيجيب جوان بدماغه دايما، او وكان شويط وكان بيتمتع بكل المهارات. في لعيب تحب تتفرج عليه يعني، تتفرج عليه لمساته للكوره، مسكته للكوره، كان تقدر تقول ستايليست. هو عامل ريكورد طبعا الناس كلها عارفه في ماتش الاهلي والاسماعيلي في الدوري العام سنه 58، جاب 7 جوان. مظبوط، ده رقم ما حدش وصل له. اللي وصل قرب منه شويه كان شحته الاسماعيلي، 6 جوان في ماتش الاسماعيلي والسويس وبترول السويس. وبعدين بعد كده في اسامه حسني 5 جوان الاهلي والكروم. وفي بقى كتير جابوا سوبر هاتريك. سوبر هاتريك او هاتريك وهاتريك. فالمهم هو سايب يعني سايب ريكورد مهم جدا. اثنين كان اثره كبير جدا على فرقه النادي الاهلي كقائد للفريق.
الكلمة المايسترو دي لم تطلق عليها اعتباطا، هو كان مايسترو فعلا في الملعب، يقف بيشاور بإيديه ويحرك يحرك الفرقة كقائد، هو أحسن من قام بدور القائد في تاريخ النادي الأهلي. وعمل يعني عمل للقائد الفريق أو للكابتن الفريق قيمة كبيرة جدا، فهو كان بيقوم بدور القائد ده لما كان لعيب، وكان بيقوم بدور القائد ده في خارج الملعب، يعني مش في الملعب بس، لا فوق اللبس خارج، مش فوق اللبس لا كمان يتابع، يعني يتابع الظروف الاجتماعيه او الحاله الاجتماعيه يتابع زملاء ويتابع يعني يتابع كل حاجه، كان يهم يعني كان بيقوم بدور الاب الروحي للفريق. وطبعا كان يعني ممكن يتحمس جدا وكان ممكن يتعصب جدا عشان الفانيلا الحمراء، لكن هو المايسترو في يعني هو مايسترو في الملعب وقائد كما ينبغي ان يكون قائد اي فريق. وكان كله بيحترمه لانه عنده مصداقيه عاليه جدا كقائد، يعني ما كانش بيميز حد عن حد ولا، لكن كان قائد ستريت جدا لان هو شخص مستقيم جدا، عنده استقامه وصادق جدا وما بيكذبش خالص، فكان في اجماع عليه واضح اجماع ان هو ده القائد. وبعدين عنده كاريزما في الاداره كويسه او في القياده كويسه، فده اديت له سلطه معنويه ان هو لو في اي مشكله يبقى صالح هو اللي يحلها، لو حتى في بعض اللعيبه في خلافات بينهم يروحوا يعني يبقى راي صالح هو الراي النهائي. دي الصوره يعني الصوره اللي عنده، لكن شخصيته يعني محتاجه دراسه، ايه الكاريزما اللي عنده دي؟ يعني ده عايز ناس بتوع علم نفس يشرحوا الشخصية دي. انا من خلال يعني قراءاتي وكده، من خلال شفته تعاملت معاه وشفته في الملعب هو لعيب وكده، فاقدر اقول لك ان هو يعني كلمة السر او مفتاح شخصيته، مفتاح اعجاب الجماهير بيه، هو المصداقية. هو شخص عنده مصداقية وعنده تصالح مع نفسه، يعني ما بيمثلش وبيقدم نفسه للناس كما هي أو كما هو، والتصالح النفسي أو عنده توازن نفسي، يعني ما بيبالغش في أي حاجة وما بيبالغش في اعتزازه بنفسه وما بيستهينش برضه بنفسه. فكان تقدر تقول شخصية يعني بمقاييس علم النفس متعادلة أو متوازن أو متصالح مع نفسه، متصالح مع نفسه يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، اللي مش الحاجة اللي ما يقدرش يعملها ما يقولهاش، ما يقولش أنا يعني، ما يقدمش نفسه كسوبرمان أو ما كانش هو سوبرمان، ولا يقول وجهة نظره، لا يقولها يعني حينما تكون هناك ضرورة. هو بيعرف بيحسب يعني دماغه منظمة جدا. هو بالمناسبة يعني مهم، هو السؤال الكبير قوي، ما كانش أحرف لاعب في تاريخ الأهلي، يعني ما كان يعني في أحرف من هو أحرف منه، يعني في من هم أحرف منه، الخطيب أحرف منه، رفعت فرجيلي جيله أبناء جيله كمان من أبناء جيله رفعت فرجيلي كان يعني حاجة كبيرة جدا. ما هي الكاريزما أو اللقب مش من أداء في كورة فقط، لا ده من شخصية، كاريزما وشخصيه واسلوب. ما انا هنا عشان كده انا بتكلم على الـ على الـ على الشخصيه، يعني ما تميز به هو شخصيته، ما كانش لو 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 كانت الحرفنه لوحدها يعني في لعيبه كتير كانوا حريف هدافين، في لعيبه كانوا هدافين اكتر منه، يعني جابوا اهداف اكتر منه على مدار تاريخ الاهلي يعني. لكن ايه سر، هنا السؤال بقى، ايه سر ان هو احتفظ بنجوميته وشعبيته كامله غير منقوصه، ربما زادت حتى بعد ما ترك الكوره. احنا التقاليد او العرف اللي احنا بنشوفه او التجربه التاريخيه ان اللعيب مثلا رفعت فناجيل لما ساب الكوره خلاص انطفى وما كانش باين خالص، يعني من حين لمين ما تسمع حاجه عن رفعت فناجيل، وغير رفعت فناجيل كثيرين يعني، لكن ده كأنه لم يخرج من الملعب، يعني كأنه ما زال في الملعب، فضل بنفس شعبيته ونجوميته إلى أن توفاه الله، إلى أن رحل.
اتنين شعبيته ونجوميته أو كاريزمته دي قدمته كسر تابو في النادي الأهلي أو في تاريخ النادي الأهلي أو في إدارة النادي الأهلي. هو أول لاعب كرة يكسر التابو بتاع إما كان رئيس النادي الأهلي يعني إما كان حد من السلطة يعني ليه باور وليه نفوذ زي مثلا طلعت جعفر والي باشا كوزير كان لكذا وزارة وزير حربية وزير كان أوقاف وزير يعني كذا وزارة يا إما حد يكون برضو من كبار الاقتصاديين في البلد برضو ده بيدي باور ونفوذ. يعني لما جه أحمد عبود باشا كان اقتصادي كبير جدا فهنا ممكن يبقى رئيس النادي الأهلي وما كانش اقتصادي بس أحمد عبود باشا النادي بس لا في أي موقع في أي شركة في أي مكان القائد الناجح هو اللي بيبدأ بنفسه فبيضرب المثل بنفسه. والكلام اللي حضرتك قلته ده أنا ممكن أضعه تحت عنوان القيم والمبادئ لأن البعض لغاية دلوقتي ممكن يكون مش فاهم الكلمة أو مش مدرك معناها أو يقول لك قيم ومبادئ بأي معنى بأي شكل. التصرفات دي أو المواقف اللي حصلت دي من سنين تندرج تحت عنوان القيم والمبادئ. ما هو طبعا أكيد يعني هو بيدي هو زي ما قلت لك هو يعني رول موديل أو نموذج مثل أعلى يعني أو قدوة بالتصرفات بحاجات زي كده. هو الحاجات دي كمان يعني هو ده اللي كان شغله الأساسي لما تولى إدارة النادي الأهلي. هو طبعا لما نجح سنة 80 كان كل الشاغل بتاعه واللي كان بيكرسه قيم الإدارة الناجحة في النادي الأهلي أن السيستم هو الذي يدير وليس الأشخاص. تمام. وكان مرة قال لي يعني قال أنا ممكن في أي وقت يعني أنا يعني الناس بتحبني وشعبية وكلام من ده بس أنا مش عايز أبقى موجود ولما أمشي النادي نهار فبيبقاش النادي يعني شايله على كتفي أبقى راجل مش صح يعني أبقى ما معيش حاجة صح. الصح إن السيستم هو اللي يمشي النادي سواء أنا موجود أو غيري صالح حسن حسين أي حد يبقى موجود. فهو كان مهتم جدا بعمل سيستم أو تكريس حكاية السيستم في النادي الأهلي يدير نفسه بنفسه مش أشخاص ما يقفش على أشخاص لكن على مجموعة قيم ومبادئ إن اللعيب مثلا اللي يغيب أو يتأخر أو كلام منه فيش حاجة اسمها أعذار إن يعني في كل ما هو يعني مواقف ممكن تكون تأثر على النادي أو موقف صعب أو موقف حرجة لا هو في عندنا لائحة وبناء يعني لابد بتنفذ تحترم وتتنفذ بحذافيرها وما ينفعش تتهد ولا صالح سليم نفسه ولا غير صالح سليم لا دي تنفذ علي أنا أول واحد. وكان يعني في أكثر بموقف كان بيبدأ بنفسه في الحكايه دي عشان ما فيش حد يجي يقول لك الله طب اشمعنى هو بيعمل كذا كذا يعني واخد بالك. فهنا حكايه يعني هنا مهم جدا كان عنده مهارات القياده كان يعني بيعتبر نفسه رئيس للنادي جوه قاعه مجلس الاداره فقط لكن اول ما يخرج من قاعه المجلس وهو في النادي عضو زي اي عضو. ما انا يعني انا ما اعرفش يمكن حكيت لك انت او حكيت يعني قصه برضو ان عضو ان مهمه مجلس الاداره هي وضع سياسات في بقى اجهزه تنفيذيه اللي بتنفذ. خرج عضو مجلس اداره من الباب فهو عضو عادي لا اي ميزه اطلاقا ملوش اي ميزه عن اي عضو عادي والا يبقى جاي لسبب او لهدف. وانا حكيت مره قصه انا حضرتها يعني كان في رئيس مكتب تنفيذي وامين صندوق وكده كان لسه منتخب جديد وبعدين دخل الملعب في التمرين وقف على الخط يتكلم مع اللعيبه ويهزر مع اللعيبه وكلام من ده على 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 التراك على مش بعد التراك بشويه اللي في الحته اللي هي بين فهو كان مدير كوره ايام فبعت نده حنبله كان ماسك اوضه اللبس وقال له قول للاستاذ فلان يعني ممنوع حد يبقى موجود هنا غير اللعيبه وغير الطاقم الاداري وبتاع. فقال له انت مش يعني انا فلان الفلاني انا بتاع فقامله صالح بذوق يعني قال له انت مش عارف انا مين انا يعني انا رئيس مكتب تنفيذي وانا كذا كذا. وكان اعتقد كان نائب وزير الماليه ايامها ووكيل اول وزاره الماليه وكان شخص ليه حيثيه. فقال له عارف يعني طبعا عارف التمين بس المنطقه دي محظوره
على لها طموحات. عضو انت امين صندوق ده جوه المجلس يعني جوه الاوضه هنا حضرتك عضو عادي، ما ينفعش كل واحد يجي يخش يتصور يهزر مع اللعيبه ويتصور وكلام من ده، ده كده تبقى فوضى. وانا وقال حنبول قال حنبول ممنوع اي حد، لو حد دخل تاني انا انت هتترفض قدامه. قال له انت بتحرجني، قال لا انت حضرتك اللي بتحرج نفسك. يعني هنا المنطقه دي محظوره حد يخش. وبعدين انا فاكر ان هو عمل مشكله في مجلس اداره ازاي وازاي وليه وكلام من ده، لكن وصالح دخل في كان ايامها رئيس مجلس الاداره الدكتور ابراهيم الوكيل، فدخل في ديبيت يعني مع مجلس الاداره في صلاحياته، هو كان بيحترم التخصص صلاحيات يعني ممكن ما يتدخلش في شغل حنبولة نفسه هو كصالح رغم انه كان مدير للكوره بس لا هو شغل الكور ويعمل كذا ويعمل كذا، لا ده شغله ما حدش دخل في شغله، وبالتالي كان هو عظم من قيمه التخصص، وهو اللي عظم من قيمه ازاي انا ادي المدرب فرصه وبعدين احاسبه، لان لو ما خدش فرصته كامله ما ينفعش احاسبه، ما ينفعش يتحاسب. عشان اقدر احاسبه يبقى حساب امين لازم ياخد فرصته كامله، وده حصل. بتتكلم على قواعد اترسخت في العقول وفي الاذهان من سنوات لغايه دلوقتي. يعني القواعد اللي كان عايز يحطها او الهويه بمعنى ادق، والهويه دي مش من تلقاء نفسه برضو، كان اللي سبقوه كان في اجزاء من دي كانت موجوده حتى من ايام حتى الكابتن مختار التتش الله يرحمه واسم الملعب حتى سميه. هو على فكره هو هو بيعتبر مثله الاعلى مختار التتش استاذه الاول، وطارق سليم كان نفس الشيء يعني. يعني طارق كان يقول لك لا مش صالح اللي عمل القيم دي، اللي عملها مختار التتش، قال لي الكلام ده يعني وكتبت الكلام ده. بس صالح سليم يعني من اكتر الناس اللي كانوا مخلصين ليها لهذه المبادئ او مخلصين لمختار التتش، ترسخها جوه النادي الاهلي انه شاف ده السبيل اللي هيخلي النادي الاهلي حاجه تانية. هم كان عندهم اخلاص شديد جدا صالح وطارق لمختار التتش للقيم اللي عملها مختار التتش. وانا حكيت قصه كان عن مختار التتش مع عادل الهيكل، مع الكابتن الله يرحمه عادل الهيكل، لما اتخانق مره مع حد يعني من المنظمين وضربه وكلام من ده، فمختار التتش اوقفه 3 شهور، فحد نصحه قال له روح لعبود باشا مكتبه وقدم التماس وكلام من ده، فجه معاه في العربيه ودخل وقال له استنى جنب العربيه هنا، ودخل يدور على مختار التتش. مختار التتش جاي من الناحيه الثانيه من ناحيه ملاعب، وهو دخل عند المبنى الاجتماعي القديم راتب باشا عند حضرتك صاله راتب. صاله باشا، فدخل عبود باشا، فجاي مختار التتش فزعق لعادل ايه اللي موقفك هنا؟ قال له انت مش موقوف، قال له انا جيت مع الباشا، قال له اطلع بره، لو جيت هنا لو جيت تاني مش هتخش النادي الاهلي ده تاني، امشي. الباشا راجع بقى وسامع التتش بيزعق له، وهو التتش طبعا شايف عبود باشا بس عامل نفسه مش واخد باله، لكن لان في احترام وفي احترام للاختصاص الاختصاص والقرار وكلام من ان هي ده اختصاص مختار التتش مش اختصاص عبود باشا ولا مجلس الاداره. وبتتكلم عن اسم كبير والاخر عادل، وعادل حكى لي بتفاصيل الواقعه دي تفاصيل. ده الجميل يعني ان الكابتن عادل هيكل الله يرحمه هو اللي بيحكي، ايه هو اللي بيحكي هو اللي حكاها لي. حكاها لي يعني وقال لي تفاصيلها، قال لي بعديها انا حرمت ان انا اتخانق مش جوه النادي بس بره النادي، بيقول لو حد استفزني وحد يعني بتاع كان على طول الله يرحمه. هو كان حامي شويه. قال حرمت تبت، لان مختار التتش اتمسك ان انا ما اخشش الا بعد 3 شهور، وايامها كنت كان نمره واحد هو في مصر، كان الحارس الاول في مصر وفي النادي الاهلي. فدي القيم اللي توارثت جيل بعد جيل بعد جيل من مختار التتش لغيره، ان ليست البطوله هي الاهم ولكن الاخلاق هي الاهم. فلو تعارض لو في مواقف تعارضت في البطوله مع الاخلاق، لا يبقى بننتصر للاخلاق، ومش عايزين بطوله ولا عايزين دوري ولا بطوله ولا كاس ولا كلام من ده من سنه 28 لغايه دلوقتي 2019 طبعا. تنس الطاوله. العمل مختار التتش ده توارثه صالح سليم، توارثه بعد كده بعد صالح سليم حسن حمدي الخطيب بتاع، فدي حاجات قيم ثابته بتتوارث جيل بعد جيل، ودي قيمه الناس دي. يعني قيمه الشخصيات اللي زي صالح سليم مختار التتش صالح سليم، وقايمه على فكره كبيره الفريق مرتجي والله جعفر ولي باشا واسماء كتيره جدا عظيمه جدا، عبد المنعم وهبي المهندس عبد المنعم وهبي، ناس كتير مراد فهمي، مش هعدلك اسماء كتير جدا، دول حطوا القيم دي
وبعد كده تحولت القيم دي من اعراف، على فكره الاعراف دي اصل القوانين يعني عرف راسخ جدا، بعد كده تحولت لوائح وكده، وبقت اعراف بقى دستور جوه النادي الاهلي. دستور جوه النادي الاهلي وانت مغمض كده، الناس وهي مغمضه بتطبقه ده، لا ده ما ينفعش، ده حصل في ايام صالح كذا كذا، يبقى اذا هي دي القاعده، بقت قاعده زي القاعده القانونيه كده، حصل كذا كذا يبقى الحل بتاعها معروف وواضح. فهنا قيمه، بقول لك قيمه صالح سليم هو بقدر ما ترك من اثر في الجيل اللي بعده، والاثر المستمر للاجيال القادمه من مواقف ومن قيم ومن موس العليا زرعها، وما كانش يقصدها يعني، هو ما كانش بيقدم نفسه انه راجل مثالي وراجل نموذجي وراجل كلام، لا هو كان كده طبيعته يعني، هو كان كده، كان هو نفسه يعني من الاخر، لا بيمثل ان هو شخصيه تانية او حد تاني او كلام، لا هو نفسه. هي بمناسبه التمثيل بكل عيوبه بكل مزاياه، لما حتى اتجه للفن في فتره من الفترات وما كانش طبعا هو شغله الشاغل يعني، وهو حتى بيأدي الادوار السينمائيه في الافلام القديمه، ما كنتش تقدر تقول هو بيمثل ولا دي طبيعته يعني. حتى في فيلم الشموع السوداء انت من بدايه الفيلم لاخر الفيلم مش قادر تتخيل هو نظرته دي كده، هو كده يعني بيمثل الدور صح ولا دي طبيعته؟ هو بقى انت ده نقطه ملاحظه ذكيه جدا فيك. هو الدور ده يعني اذكياء اللي عملوا له الدور ده او ادوا له الدور ده لانه قريب من شخصيته. هو بيحب الكلاب على فكره، روي اللي كان في روي كان دايما عنده كلاب يعني، كان عنده كلبين في المزرعه بتاعته، وكان عنده كلب هنا في بيته اللي في الزمالك. فهو ده كان يعني الكلب ده كان بتاعه الحقيقي. لا هو ده الدور ده كان اقرب لشخصيته. وعلى فكره يعني صالح ما بيعرفش يمثل، يعني هو بس هو عمل دور قريب قوي من شخصيته، فكان الدور بالنسبه له سهل وبالنسبه للمخرج سهل، وطلع دور عبقري عظيم جدا. لكن لو اديته دور مثلا عيل هلفوت او مهرج او زعيم عصابه او مش عارف يعمله، وهو نفسه قال الكلام ده، قال انا تجربه قال يعني الكلام ده، قال تجربه السينما دي يعني كانت فاشله جدا، لان انا ما بعرفش امثل اساسا يعني، لو اتكررت تاني مش هعملها. لان هو طلب منه بعد كده يعني، كان دايما المخرجين عايزينه بس في ادوار تانيه، وكان في حاجات تانيه وكان بيرفض يعني، ما كان يعني 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 احيانا وافق مثلا على فيلم مع فاتن حمامه عشان هي فاتن حمامه، وهو كان يعني يعني صديق لفاتن حمامه وكان بيحترم فاتن حمامه وكده، فتحت ضغوط والحاح فوافق. لكن هو في قرارات نفسه، هو بعد بقى ما تقدم به العمر، الكلام ده كان في سنه مثلا ثلاثينات، لكن بعد ما تقدم له قال لا لو اتكررت دي طبعا انا يعني ممثل فاشل يعني، ما ينفعش. الصدق مع النفس وحجم النجاح اللي اتحقق مثلا من الافلام وتحديدا فيلم الشموع السوداء، اي واحد يقول لك لا، ردود الافعال اكيد والنقاد الفنيين حتى لما كتبوا وقالوا عن الافلام السينمائيه لما اتمثلت طبيعي انه كان يكمل، لكن حتى هو عنده من تلقاء نفسه مصداقيه مع نفسه. عنده مصداقيه على الرغم يعني. الرغم من كل المخرجين او كل صناع السينما يعني عارفين ان هو كاريزماتيك، وشه او شكله فيه كاريزما جامده جدا يعني، ده المواصفات المثاليه للجام بريمير زي ما بيقول او للبطل النجم يعني. هو مع ذلك يعني كان اكتر من عمر الشريف كاريزمته، وكانوا الاثنين اصدقاء، لكن هو المساله دي لا تعنيه اطلاقا. هو لو في اي حد في مكانه عنده الكاريزما دي، الحضور القوي جدا على الجميع وعلى الشاشه وعلى واخد بالك، كان ممكن يبقى حاجه كبيره جدا جدا جدا، لكن هو عارف قدر نفسه وده ذكي جدا يعني. يعني هو ما بيبالغش في حجم نفسه اطلاقا، ومتواضع وفاهم يعني قدر نفسه قد ايه يعني، ما فيش يعني هو مش اكستريم يعني، مش متطرف في اي حاجه يعني، ما تقدرش تقول متطرف ان هو متعالي، لا ما بيتعالاش متطرف اطلاقا، لكن كان بيحترم نفسه. متطرف في التواضع، لا ما بيتواضعش اكتر من اللازم عشان ما هو بيقدم نفسه مظبوط، وده سر عبقريته ان هو قدم نفسه للناس كما هو. طيب لما قدم نفسه للناس بالشكل ده هل هو كرئيس للنادي الاهلي
او حتى قبل ما يكون رئيس للنادي الاهلي عرض عليه، طبعا انا ما حضرتش الزمن الجميل ده وللاسف يعني جينا مش محظوظ ان هو ما حضرش مع الاجيال والرموز ديت، لكن هل عرض عليه رئاسه اتحاد كوره؟ هل عرض عليه مناصب مهمه في الرياضه المصريه بعيد عن النادي الاهلي؟ طبعا عرض عليه، طبعا عرض عليه انه يبقى وزير شباب ورياضه. كان يعني كان السادات كان بيحبه جدا، هو طارق يعني عارف ان هو مخلصين وكلام من ده، وهو اعتذر يعني اعتذر اكتر مره عن المنصب ده، اعتذر اكتر مره عن اتحاد الكور، لان هو عارف، هو ذكي جدا وعارف ان هو، وقال لي الكلام ده يعني قال لي ما احطش نفسي في مكان، لا اعرف ان انا عندي باور وعندي قوه يعني او عندي سلطه ان انا اعمل فيه الخطه بتاعتي او افكاري فيه، او مش هقدر اعمل اولها كده، ما اخش ليه اعمل خناقات واتخانق مع ده واتخانق مع ده واتخانق مع الدوله واتخانق مع النظام الرياضي اللي موجود، نظام اساسا فاشل. فانت هتخش تعمل ايه؟ لا ده عايز اصلاح جذري، الجامعات العموميه عايز بشر، عايز كذا كذا. انا كفايه عليا النادي الاهلي، لو النادي الاهلي كويس الرياضه هتبقى كويسه، صح. نقدر نصلح من خلال النادي الاهلي، لكن اللي بيعيني كوزير شباب او كوزير رياضه ما هو ممكن يشيلني. لا انا اللي بيجيبني الجمهور ذكي، بيجيبني الناس، فاللي بيجيبه الناس ده عنده باور، عنده قوه كبيره جدا وعنده سلطه كبيره جدا، فانا الناس بتجيبني والناس بقى هي اللي ممكن تشيلني. ما حسبهاش انتماءات يا استاذ سعيد، حضرتك كنت بتحاوره وبتساله، ما حسبهاش انتماءات يقولوا مثلا ده اهلاوي، رئيس للنادي الاهلي، لاعب في النادي الاهلي، انتماء كاهلاوي يعني في المنصب ده المفروض يكون محايد مثلا، بس يتقال عليه مثلا كاهلاوي؟ هل كان من ضمن الحسابات انه حسبها كده؟ لا مش من ضمن الحساب، لا هو ما كانش بيخاف يعني، لا ما كانش بالشخصيه، ما عايز اكشف يعني الشخصيه وقتها. لا هو ازاي؟ ما كانش بيخاف يعني، ما كانش خاف يتقال عليه بقى انه حيابيه، لانه كان ليه مصداقيه عاليه جدا، واللي جايبينه عارفين ان هو في يعني جمهور الزمالك بيحترمه زي جمهور الاهلي بالظبط. ما دي رساله عايز اوضحها للناس عشان تبقى عارف. لا ليه احترام يعني، الزملكاويه كانوا بيحبوه جدا يعني لغايه النهارده، يعني كان حاجه كبيره بالنسبه لهم يعني، فعنده مصداقيه والناس بالطرف الاخر بيحترموا وبيحبوا وعايز يجيبه يعني يعني ما كانش عندهم مشكله اطلاقا، بل بالعكس يقول لك يا ريت، لان احنا عارفين ان هو ده فير وكوريكت واونست وكل حاجه يعني كويسه فيه. فلا فمش مش مش خايف من دي، لكن هو كان شخص ذكي جدا يعني، يعني ذكي بحيث قاري الخريطه كويس، بيقول لك انا ما احطش نفسي في مكان الا اذا كنت هضيف ليه، يعني بيفكر بالشكل ده، فانا هحط نفسي كوزير رياضه، لا ده سياسه وفيها حاجات ممكن ابقى مش موافق عليها، ممكن يقولوا لي اعمل كذا كذا، وهيبقى عندهم حق، بس انا مش مقتنع بده، فهنخش في خناقات، فهنخش في جدل، هنخش بتاع، مش هقدر انفذ المشروع بتاعي. انا في دماغي ممكن مشروع للنهوض بالكوره مثلا بالرياضه، سواء في اتحاد الكوره او وزير الرياضه، لكن هو شخصيته ما ينفعش يعمل كومبرومايز مع يعني معلش هنفوت دي وهنعمل دي ودي قدام دي، ولذلك هو اصطدم باداره الاهلي مكان للسبب ده يعني، حصل صدامات مع مجالس اداره الاهلي، الصدام الخاص بتاع ان هو لما اتفقوا مع بعض في مجلس اداره، مكان عضو مجلس اداره، واتفقوا ان الاهلي ما يلعبش الماتش الجاي الا لو التلفزيون دفع فلوس، ما دفعش يبقى مش هنذيع. وبعدين فالدوله ضغطت على النادي يعني وعلى رئيس النادي وكده، ولا ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الماتش ما يتذاعش بعد ما اتخذ القرار، هيبقى مشكله امنيه ومشكله كذا ومشكله كذا. يعني في حسابات بقى ثانيه، هو تمسك بده وقدم استقالته، وكان قدمها معاه كان مستشار عبد المجيد محمود، كان ايامها وكيل نيابه، واربعه كمان من ضمنهم محرم الراغب وكده، هو تمسك قال لك لا احنا هنرجع في كلامنا ليه؟ فالطرف الاخر او رئيس النادي يعني كان رجل دوله، ففاهم بقى يعني في اعتبارات امنيه وكلام من ده، فتصرف كرجل دولة، قال له ما ينفعش، هو الأمن طالب ده، فمش هينفع نعمل كده. فهو قال لا احنا خدنا موقف لازم نتمسك بيه، يبقى اذا يدفعوا لنا الفلوس، ما دفعوش الفلوس يبقى مش هنذيع، يبقى انا مستقيل. واستقال فعلا،
واستقالوا الخمسه وخرجوا بره مجلس الاداره، فده موقف مواقف المبدئيه. فهو تخيل بقى، هو بقى لو اتحط رئيس اتحاد الكور وقع في وتمسك بوجهه نظره في حاجه معينه، فيقع مع وزير الشباب والرياض ومع انديه ومع بتاع، فهو قال لك لا ده انا كده مش يعني مش هقعد ساعه، لا مش هشتغل يعني. خاصه ان احنا يعني دايما الاداره عندنا، الادارات عندنا سواء الجهه الاداريه او الاتحاد الكوره او المناخ نفسه، مناخ يعني رياضي ازاي ما يبقى انت جوه النادي ليك سيطره او طريقه معينه بالظبط. يعني في المجاملات كتيره جدا، ممكن نفوت حاجه، نعمل حاجه معلش عشان كذا، هو حكايات بقى معلش دي كانت بتزعجه جدا، فيقول لك انا عارف نفسي وعارف قدراتي مش هنجح، هفشل يعني لو مسكت رئيس اتحاد كوره او وزير شباب مش هنجح يعني، فهعطل الدنيا. فلا خلينا احنا كده، الاهلي ده مؤسسه كبيره جدا وقلعه كبيره جدا، لو الاهلي كويس يعني ممكن كل شيء يتصلح، الناس تقلدنا احنا بنعمل ايه في النادي الاهلي، فممكن بالعدوى تنتقل الاداره القويمه او تنتقل قيم الاداره اللي احنا بنرسيها، ان هو القيم بقى كتيره جدا بقى، ان الاخلاق قبل البطوله، ان التخصص، تعظيم قيمه التخصص، احترام قيمه التخصص، المدرب مدرب، اللاعب لاعب كذا، الاحترام السيستم نفسه قبل الاشخاص، احترام حكايه الاهلي فوق الجميع، الاهلي جوه النادي الاهلي يعني، طبعا ده مش شعار لبره. هنيجي للعنوان الرئيسي ده اللي احنا لغايه دلوقتي ماشيين عليه، وعنوان مرسخ كده في عقول كل الاهلاويه، لكن في فتره من الفترات هل في احد حواراتك الصحفيه معاه ليه اتجه الكابتن صلاح للاداره؟ يعني كمدير للكوره ثم عضو مجلس اداره وبعد كده تدرج داخل مجلس اداره الاهلي، ليه ما اتجهش للتدريب او اي ايه فكره ما بين الاداره والتدريب؟ لا هو يعني ما كانش عنده يعني كان عنده اهتمام، او هو كان بيحب طبعا يعني واحد من الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي جدا يعني، فكان شايف ان في مشكله في الاداره. مشكله الاهلي في اداره ما هياش في التدريب، فهو عايز يخدم النادي مش عايز يشتغل كمدرب في النادي يعني مجرد مدرب وكده، وده شيء طبعا جيد، لكن هو كان شايف المشكله من فوق في اداره النادي الاهلي، وكان عنده ملاحظات كتيره جدا وياما يعني كان بيتكلم في الحكايه دي، ان الاداره متراخيه شويه يعني في تراخي شويه، في شويه مجاملات، في يعني هو من النوع يعني اللي صارم جدا جدا في مسائل متعلقه بالاصول والقواعد وكده، احترام القواعد يعني، خارج تلميذ مختار التيتش وعايز كل حاجه تمشي سليمه مليون في المية في نفس السياق، في نفس السياق، فعشان كده قال لك انا اخش اصلح من خلال الاداره. ولما دخل اختلف مع الاداره يعني، اختلف مع كان اول صدام ده، وبعدين بعد كده حصل برضه صدامات ثانيه يعني، الصدام ده وصل للمحكمه ان هو مجلس اداره الاهلي وافق على استقالتهم، فهم رفعوا دعوه قضائيه، كسبوا الدعوه القضائيه ان هم يرجعوا تاني الخمسه دول، فمجلس الاداره رفض ان هو يرجعهم، فحصل يعني ديالوج او حوار حصل يعني حصل مشكله كبيره يعني، فهو لانه متمسك بحكايه القيم دي وعارف ان الاصلاح لازم يكون يعني الاداره، لو الاداره سليمه يبقى المسائل كلها تبقى سليمه، فعشان كده قرر ان هو يخش يشتغل في الاداره، الاول مدير كوره، وبعد مدير كوره عضو مجلس اداره ومشرف على الكوره، وبعد كده ساب الاشراف على الكوره للكابتن عزت بروش، ان هو طلب ان هو هيبقى في دوبليكيشن، في يعني ازدواجيه في التعامل مع فريق الكوره كمراكب للقرار وكصاحب قرار. فالكابتن عزت كان عايز يستقل باداره الكوره، والكابتن صالح ما منعش يعني، قال له زي ما تحب يعني، ما فيش اي مشكله اطلاقا، هو كان بيثق فيه جدا يعني، فده السبب يعني ان هو اشتغل في الاداره وما اشتغلش في التدريب. الكابتن صالح ضرب مثل في جزئيه مهمه جدا في التعامل مع الكابتن طارق سليم. طارق سليم كشقيق ليه، وفي توقيت معين كان الكابتن طارق كمدير للكوره او كمسؤول عن فريق الكوره، كان بيتم التعامل ازاي، وكان ازاي بيحط الكابتن صلاح مصلحه النادي الاهلي قبل كل شيء؟
اكيد دي من ضمن التفاصيل والحوارات الصحفيه اللي كنتوا تجروها معاه ايامها وقتها. لا هو طبعا هو كان يعني كان مدي كابتن طارق صلاحيه مطلقه، لكن طبعا كان هو برضه كابتن طارق الله يرحمه كان صارم جدا وبرضه نفس الشخصيه وشارب من يعني نفس البيت ونفس نفس القدوه بالنسبه لهم مختار تيتش، فكان صارم جدا. فهو ما كانش محتاج يعني ما كانش المساله محتاجه ان هو ممكن يختلفوا مع بعض في حاجه، الاثنين من نفس يعني نفس المنهج ونفس المنبع يعني بيت واحد والقيم واحده بتاعه النادي الاهلي، فما كانش فيه مشكله، ما كانش بيختلفوا مع بعض في حاجه. بل احيانا ممكن كابتن طارق ممكن يتشدد في قرار جدا، لكن هو ممكن لو اتدخل ممكن يفرمله شويه يقول له يعني دي كانت اوفر شويه وكده، لكن ما كانش في خلاف على الاسس او على العناوين الرئيسيه اطلاقا يعني. لان هو يعني دي قيم متوارثه وزرعها غرسها ناس بتحب النادي الاهلي وثابت فيهم اثر كبير جدا. انا مره قلت يعني ان الراجل اللي عمل كتاب العظماء 100 في التاريخ يعني اولهم او اولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وجاب بقى ناس كتير في التاريخ يعني اينشتاين ومش عارف ايه ونابليون و100 شخصيه، جنكيز خان، هتلر، مش اللي هم سابوا اثر سواء سيء او ايجابي ايا كان تاثير بس كان لهم تاثير. فالراجل ده اسمه مايكل هارت، ده مؤرخ امريكي، فقال في المقدمه يعني كلمه مش ناسيها، قال لك انا المعيار عندي ما كانش بقدر ما عملوا من انجازات يعني، لكن بقدر ما تركوا من اثر في التاريخ ما زال موجود حتى الان وفي اكبر عدد من الناس. فدول اللي هم القيادات دي او الرموز دي بقدر ما تركوا من اثر، فانت تقدر تبص لصالح الاثر صالح سليم في قرارات بتتاخد دلوقتي. مظبوط. او تاخد السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها، ده ما يقول لك ايه في الحكايه دي عملنا صالح عمل ايه او كان راي صالح ايه، فصالح ده جواهم او مبادئ او قيم دي جواهم وموجوده في اللوائح. فهنا الاثر كبير جدا، فاثر بقى في جمهور، في لعيبه في مختلف الالعاب، مش كوره بس، لا الهاند بول والطايره والباسكت ومش عارف العاب كل الفرق. النادي الاهلي يعني النادي الاهلي ده قلعه كبيره يعني، مدرسه كبيره، مدينه كبيره يعني، فجوه كل واحد فيهم هتبص تلاقي واخد حاجه من قيم ومبادئ النادي الاهلي، واخد جزء منها من مواقف لصالح سليم، وده قيمته في التاريخ، قيمته الناس الشخصيات اللي بتسيب اثر في التاريخ ان هم سابوا اثر في الناس، والاثر ده هيفضل مستمر سنوات طويله. احنا تيتش 2019 مختار تيتش توفى او راح على الدنيا سنه 64 65 يعني من كام سنه، من اكتر من 50 سنه بنتكلم في 55 لسه بنتكلم عن مختار تيتش من 55 لغايه النهارده، واجيال هتتكلم عن مختار تيتش. ليه؟ لانه ساب قيم عظيمه في النادي الاهلي وفي الشباب وفي المجتمع كله، لان النادي الاهلي بيعتبر يعني يعني جزء كبير جدا من نسيج المجتمع والوطن. وبعدين المجتمع بيبص له او الجمهور بيبص له ان النادي الاهلي ده قدوه في حاجات كتير، مؤسسه تربويه، فدي مساله كانت مهمه جدا. طيب علاقه الكابتن صلاح بالاعلام، شخصيه قويه، كاريزما، حريص جدا على النادي الاهلي، أرسى قيم ومبادئ على مدار التاريخ ممن سبقوه، كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات مع الإعلام مش هتمشي أو مش هتبقى بنفس السياق، لأن الإعلام عايز شغل عكس الكلام ده. كيف كان يتعامل مع الإعلام؟ الحقيقة يعني في جزء مش يعني ما كانش لطيف في تعامله مع الإعلام. والسبب كان الاعلام، ما كانش السبب هو، لان انا حضرت يعني حضرت قصص كتيره جدا يعني، وكان دايما يقول لي بص طب انت يعني ينفع الكلام ده. انا كنت بدافع يعني عن زملاء لينا وكده واساتذه لينا، لكن كان دايما يقول لي طب ايه رايك في المساله دي، وانا كنت احرج يعني، معلش ضعف انساني، ضعف مش عارف ايه، طب ينفع كذا كذا. هو كمان تركيبته او تكوينه الشخصي مش من النوع اللي يجري وراء اعلام ولا يجري وراء بتاع، لان هو عنده ثقه بنفسه شديده جدا،
يعني فاحنا شفنا برضو الناس تبسط يعني لو راح صحفي يتكلم مع لعيب كوره او مع اداري او كلام من ده بيبقى هو مبسوط في صحفيين جايين وكلام من على الاقل يعني. وفي ناس بقى كانت بتموت في الشهره يعني كانوا يموت لو ما نزلوش خبر يعني لمده اسبوع. لا صالح سليم مش كده خالص، ما بيهتمش اصلا بما خالص او خالص أو يعني نشر. مره التلفزيون جاله وهو قاعد في يعني قاعد في المقصوره وبيساله، فهو كان واخد موقف يعني من تصرفات برضه مش حلوه فما ردش، والكاميرا بيقول له المذيع بيقول له يا كابتن الكاميرا معانا يا كابتن، هو ما ردش عليه خالص وعمال يكلمه، فكان يعني احرجه لانه مش عايز يتكلم يعني مش عايز يتكلم للتلفزيون، خد قرار انه ما يتكلمش، مش عايز اطلع يا سيدي في التلفزيون. يقول له ده التلفزيون، قال له مش ما عنديش حاجه اقولها، وفضل بص كده والكاميرا جايبه كده والراجل واقف مبلول ومحرج لانه شبعان شهره، ده كان بيتصرف يعني بيتصرف يعني كشخص شبعان شهره. بس هو عارف حق الاعلام في توقيت معين طبعا عارف ومقدر ده، بس هو يعني ما بيجريش ورا، ما كانش بيجري ورا الاعلام وما كانش بيحب الاضواء يعني ما كانش بيسعى الاضواء عكس كثيرين جدا وعكس كل الناس وعكس طبائع البشريه. الناس يحب يبقى في الصوره تحت الضوء والناس تتكلم عنه، عشان كده لقاءاته قليله حواراته بسيطه. لانه اللي بيخش في الرياضه تحت بؤره الضوء وفي الاعلام وبتاع بياخد مكانه اجتماعيه يعني بيرتقي اجتماعيا بيترقى اجتماعيا. غير كده لو هو راجل اعمال بيزنس مان بيشتغل في مكان او كلام من ده لا بيستفيد، لانه هو ده بيحقق له تواجد فبيستفيد في شغله يعني. لا صالح سليم ما كانش الكلام ده يعني، بل بالعكس كان بيتضايق يعني، انا عارف الكلام ده يعني كان يتضايق جدا من التسليط الضوء. ما كانش بيحب المبالغه، يقول لك طب اتكلم في ايه ما انت عارف كل حاجه يعني، انا ممكن اقول له كذا يعني ممكن نعمل ما انت عارف كل حاجه، ما فيش حاجه جديده اقولها. لا يعني لو في حدث معين ممكن في مؤتمر صحفي لقضيه معينه اوكي، لكن كلام بشكل متتالي كده فهو ادى نموذج تاني خالص يعني، ادانا عبره او ادانا مثل او ادانا نموذج او قدوه جميله جدا في ان هو ما يجريش ورا الاعلام والضوء يعني الاضواء تغوشه او تغيره او تخليه مهووس، في ناس مهووسه بالاعلام لا ده خالص ملوش يعني ما كانش يهتم. مش معنى كده ان هو مثلا ما بيحترمش الاعلام، لا ده هو بيقدر الاعلام بس في توقيتات حسب وبعدين ليه مواقف بعض الناس ليها مواقف منه يعني كانت سيئه جدا يعني في الاعلام، لمجرد ان هو الراجل احيانا مثلا مش ملوش مزاج يدي حوار هقول ايه مش عايز اتكلم، فلو قال الكلام ده لحد صحفي يعني فيروح ماسك بقى عامل لك مقال وده المغرور وده اللي مش عارف ايه وده كذا كذا، فده كان بيحصل. ما كانش العيب هنا العيب منه، لا كان العيب بتاع انا يعني هضرب لك مثلا برضه قصه انا حضرتها، هو كان في خلاف بينه وبين الاستاذ ناصف سليم رحمه الله عليه وده حد من اساتذتي او استاذي الاول يعني دار التحرير كان في الجمهوريه. الخلاف ده قعد 15 سنه ما يكلموش بعض، الاثنين كانوا على المركب اللي رايحه دوره طوكيو الاولمبيه سنه 60 وحصل خناقه مع بعض خانقوا مع بعض، ففضل القصه دي 15 سنه تقريبا. الله يرحمه الاستاذ ناصف هو مش بلعه يعني فبيستنى اي يعني في اي اخطاء والاهلي وكلام من ده، ف يعني ايه النوازه البشريه او الانسانيه يعني بتتدخل هنا. ف انا اتدخلت عشان اصالحهم مع بعض، فاتكلمت مع الكابتن صالح قلت له يعني ايه رايك كذا 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 كذا، فقال لي ما فيش بيني وبين حاجه يعني. اول ما مسك مدير كوره قلت له دلوقتي انت مدير كوره وكلام من ده، وهو ناقد كبير ورئيس قسم يعني عندنا وكده، وانا مندوب الجمهوريه في النادي الاهلي، فانا كنت احب ان العلاقه تبقى كويسه يعني. فقلت له ده لمصلحه النادي الاهلي، مصلحتك ان احنا ايه نحل المشكله القديمه دي اللي مالهاش اي لازمه وبتاع. فهو رد عليا قال لي ما فيش حاجه، انا من جانبي ما فيش اي حاجه. هو بيكتب عني ساعات يهاجمني ساعات ينتقدني ساعات مش عارف ايه، وانا ما بردش، بس انا ما فيش يعني
انا مش واخد موقف منه اطلاقا يعني. هو حر يكتب اللي هو عايزه بس انا ما بتكلمش يعني وحاجات زي كده. فالمهم من هنا لهنا طبعا عشان خاطري وبتاع وكلام من ده. طب يعني لو انت معزه عنك وبتاع المهم ايه. فالاخر وافق عشان يرضيني يعني. قال لي طب خلاص ماشي عشان خاطرك. بكره تحب امتى؟ قلت له بكره خير البر خير والبر عاجله يعني. فقلت له خلاص بكره. قال لي خلاص بكره نقعد مع بعض الساعه 5 هنا. كنا قاعدين في التراس المبنى الاجتماعي فوق يعني. قال لي نقعد هنا بكره الساعه 5 ايه رايك؟ قلت له جميل جدا. المهم تاني يوم اتبسطت قوي ان انا يعني ايه اقنعته يعني بالحكايه دي. لان انا الاستاذ ناصر سليم كان قيمه برضو كبيره أكيد. ناقد رياضي كبير وصحفي كبير وليه تلامذه كتير وكده. فكان يهمني افك الحكايه دي. فالمهم تاني يوم في الجورنان قلت له اتفقت مع كابتن صالح كذا كذا. قلت له قال لي الراجل ما فيش اي حاجه خالص واتكلم عنك كلام طيب جدا وكلام من ده. وانا قلت لكابتن صالح ان هو بيتكلم عنك بيقول هو اشرف خصومي وده حقيقي اشرف يعني. خصومي قال انا مش انا 15 سنه هو متخانقين مع بعض وليه خصوم كتير جدا بس ده اشرف خصومي. فقلت له ده هو بيقول عليك كذا كذا. وانا قلت طبعا كلام طيب للاستاذ ناصر فانشرح او اتبسط. قال لي ماشي وكلام من ده. طب ده كويس جدا يا ده انت عملت حاجه مهمه كسرت جبل الجليد كسرت. المهم رحنا مع بعض الساعه 5 بالظبط كنا هناك. واحنا داخلين في النادي يعني مش ناسي الحكايه دي. قال لي تصور 15 سنه ما عتبتش ما دخلتش النادي الاهلي 15 سنه وانت اللي جبتني. قال لي مع ان في ناس يعني اتكلم بقى قال لي بقى يعني في ناس عملوا ولعوا بيني وبينه وكلام من ده وجت. قلت له ده يعني ناس ولاد حلال اقدار بقى انا سبب يعني. طب الحمد لله انا سبب. المهم رحنا وقعدنا في التراس وطلبنا لنا طلب يعني مانجا وبرتقان وبتاع وكلام من ده. وقعدنا ندردش مع بعض شويه وكلام طيب الاثنين ما فيش. قعدنا حوالي نص ساعه كده ومشينا. ده موقف يعني ده موقف ليه بدون ان هو ما عندوش خصومه شخصيه هو ما عندوش سبب شخصي. لكن احيانا بيبقى بعض يعني الاعلام احيانا بيتطرف فبياخد المسائل بشكل شخصاني. هو مش فاضي يعمل حوار مش وقته يعمل حوار. فتبص تلاقي الطرف الاخر رد فعله يعني طب يعني راعي انسانيا على الاقل او راعي حقه ان هو مش عايز يعمل حوار يعني. فياخد موقف يفضل الموقف ده مثلا مستمر شهرين ثلاثه اربعه ما يعمل حاجه. ده وحشه ده مش عارف. فالحقيقه المصداقيه لفتره طويله جدا كانت غايبه يعني مفيش عدل او مفيش مصداقيه. ودي في التكوين الشخصي لبعض البشر. كان بيزعل قوي لما بيطلع خبر من النادي الاهلي وهو لسه في اطار تجهيزه او تحضيره او لسه ما اعلنوش. كان بيزعل جدا. ما انا حكيت لك قبل كده مش انا حكيت لك قصتي انا مع بس ما كانش على الهوا. لا انا اعتقد حكيتها هنا في البرنامج. انا كنت في كان زعل جدا ان انا انفردت بخبر الاهلي يلعب مع سانتوس 18 فبراير في استاد القاهره بليه يعني يقود سانتوس وكده. واعتقد ان انا حكيتها مره بقى ومفيش بقى انا احكيها تاني. بس برضه جزء انا اصلا ان هو حريص قوي على مصلحه النادي الاهلي حتى في قيمه الخبر او المعلومه عشان مصلحه النادي جدا جدا. كان الاهلي اتفق على ماتش مع سانتوس ومتكتبين على الحكايه دي وانا موجود في النادي الاهلي. فلقطت الخبر من حد مقرب شويه من مجلس اداره فقال لي خلي في خبر قنبله خير قال لي كذا 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 بس انا ما قلتلكش. المهم ده كان خبر بالنسبه لي قنبله ان بليه جاي يلعب في القاهره وكان طبعاً. نادي سانتوس وكلام من ده. وكان ايامها كابتن صالح عضو مجلس اداره مشرف على الكوره كابتن عزت الروس مدير الكوره. المهم رحت جري على الجورنان كتبت الخبر وخدناه في الصفحه الاولى مع صوره لبليه وتفاصيل في الرياضه. المهم ايه الخبر وعدنا تاني يوم محدش يعرفه. وانا قاعد واحنا بنكتب الخبر النادي الاهلي بيتصل في مؤتمر بكره صحفي مهم جدا الساعه 5 واتصل بكل الجرايد. انا طبعا عارف السبب المؤتمر ايه انفردت. فالمهم الخبر نزل في فرقع الدنيا ولعت الدنيا. زمان ما كانش فيه جرايد كتير زي دلوقتي ما كانش فيه اخبار واهرام وجمهوريه والمسا.
بس، والباقي بقى حاجات اسبوعيه. المهم كابتن نعمان والاستاذ نجيب المستكاوي ولعوا الدنيا بقى ازاي الجمهوريه تنفرد بخبر مهم جدا زي ده. الاخبار لا وهم طبعا بيتحاسبوا يعني. كان في هيكل في الاهرام ايامها، وكان في اعتقد موسى صبري في الاخبار. ازاي الخبر ده فاتنا يعني؟ ده خبر يفوتهم بالشكل ده، دي شيء كبير جدا. كانت منافسه حقيقيه قويه. هي الفكره ان الخبر مع حضرتك من الظهر او العصر وفضل لغايه تاني يوم محدش يعرفه. لا محدش عارفه فعلا يعني. قيمه الانفراد ايامكم وزمان كان حاجه. لا 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 محدش عارفه فعلا. حتى الاستاذ ناصف نفسه لما كتبت الخبر، لما هو ما كانش موجود في كان ماشي، فانا عملت غيار يعني، غيرت ودخلت الرئيس تحرير وغيرت وكلام منه، كلمته بالتليفون قال لي اوعى ما يكونش بجد، قال لي دي خبطه جامده جدا ما بتقولش لحد. قلت له لا مش هقول. المهم النادي الاهلي اتصل بكل الجرايد في مؤتمر بكره مهم. فتاني يوم طبعا الجورنان طلع، فالدنيا اتقلبت. ازاي الجمهوريه تفضل الجمهوريه بخبر زي ده؟ هم كانوا متفقين في مجلس الاداره على المؤتمر، فكون الخبر يطلع فده المؤتمر خلاص فده يعني انتهاك لقيمه من قيم النادي الاهلي. ان ما فيش حاجه تطلع من مجلس الاداره. وصالح سليم بقى جوه. المهم تاني يوم انا رايح النادي، ف قبل ما اروح الاستاذ ناصر بيسالني بيضحك بيقول لي هتروح المؤتمر؟ قلت له طبعا هروح. فقال لي طيب ماشي. قال لي ما انت خلاص ما احنا خدنا. قلت له يعني لو في حاجه زياده هجيبها. قال لي طيب ماشي. انا خايف لا يكون لا يعلنوا حاجه تانية ولا يكون بتاع. قلت له لا ما تقلقش الخبر سليم 100%. المهم وانا داخل على وانا داخل على الخبر، داخل على داخل بوابه النادي اللي هي جنب مستشفى المعلمين، فبفوت على قطاع الكورة. على قطاع الكورة فلقيت الكابتن صالح واقف مع عزت أبو الرؤوس بره يعني في ظهري كده أوض اللبس. وبعدين يعني فأنا بسلم كده من بعيد، بلقي التحية كده من بعيد. فالكابتن صالح قال لي عمل لي كده بإيده استناني لحظة واحدة، وخلص مع الكابتن عزت وجالي مين اللي اداك الخبر بتاع سانتوس؟ أول كلمة كده. أنا بقى طبعا ده سؤال بالنسبة لي مستفز. فقلت له ما ينفع مين يعني؟ قلت له ما ينفعش يا كابتن اقول لحضرتك مين. وقلتها يعني كنت تنشنت يعني، فوجئت بتاع. قال لي مين اللي اداهولك؟ اصل انت ما تعرفش الخبر ده هذا النادي الاهلي قد ايه. فقلت له ما ينفعش اقول لك يعني. قال لي لا يعني لو انت بتحب الاهلي فعلا وانت اهلاوي تقول لي، لان ده لازم نعرف وانت بتحافظ على المصدر. قلت له ما ينفعش. قلت له ينفع كابتن يعني؟ قلت له ينفع حد يتمنعك على حاجه فتفشيه يعني تبيعه؟ يعني ينفع حد يتمن حضرتك على سر او على حاجه زي كده فانت تقول عليه يعني؟ ده ينفع ده مورالي؟ ف ينفع ده ايثكس از ايثكس يعني؟ ينفع اخلاقيا يعني؟ فبص لي كده وعينيه كده يعني ما ردش ما علقش لما قلت له كده. فعمل لي كده باصابعه وقال لي طب، قال لي طب تعالى بقى معايا فيلسوف او يا فالح استلقى وعدك يعني حاجه زي كده يعني. خدها بلطف كده، ما عرفش يجاوب. لقى في منطق في الكلام يعني، وهو حكايه الايثكس دي بيحترم المهنيه. لا الايثكس اخلاق يعني وكده، الحاجات الاخلاقيه دي عنده مساله مهمه جدا. يعني ينفع تبيع واحد صاحبك او واحد اداك ثمنك على سر او كلام من ده؟ فالمهم ايه، واحنا ماشيين مع بعض قلت له يا كابتن يعني وايه اللي زعل النادي الاهلي في حاجه زي كده؟ قال لي لا مش النادي الاهلي بس، قال لي لان الاخبار والاهرام ما وصلهمش الخبر واحنا متفقين جوه مجلس الاداره مظبوط ان كل الثلاثه، فكان هياخدوا موقف مننا. قلت له يعني اتس اوكي، خدوا موقف، ايه اللي هيحصل؟ قال لي لا هيكتبوا، بدل ما يكتبوا صفحه كامله او نص صفحه وبتاع هيكتبوا اخبار صغيره، فالجمهور هيأثر ده على الدخل بتاع النادي الاهلي. قلت له بالعكس، اللي هم لو خدوا موقف ضد الاهلي او ضد سانتوس وبليه وبتاع هم اللي خسرانين، مش الاهلي اللي خسران. فقال لي على كل حال تعالى بقى استلقى وعدك. المهم مشينا ودخلنا المؤتمر، قعدنا في فوق كان في التراس، وكلهم بقى كانوا موجودين يعني كابتن نعمان، كل اعضاء المجلس والصحفيين يعني كل الصحفيين الكبار يعني الاسامي الكبيره، انا كنت بالنسبه لهم يمكن اصغر واحد،
لسه 26 سنة أو حاجة زي كده، وكابتن نعمان، كابتن مستكاوي، محي الدين فكري، حمد النحاس، إسماعيل بقري، صلاح المنهراوي، أسماء فايز الزمر، يعني أسماء كبيرة جدا. فالمهم أنا لسه ما قعدتش داخل بقى كده، كابتن صالح قاعد على كرسي، لقيت الله يرحمه ست فريق مرتجي، يعني يا سعيدة وهبة مين اللي اداك الخبر ده قبل ما اقعد؟ بقول الخبر يا فندم. قال لي الخبر بتاع مين اللي اداك الخبر؟ فانا لسه ما قعدتش يعني، قلت له ما ينفعش ست فريق اقول لحضرتك يعني. قال لا هتقول مين اللي اداك الخبر، لازم تقول لنا مين اللي اداك الخبر يعني. فانا حسيت ان كان في محاكمه ليا قبل ما اوصل، ومستنيني ان انا اوصل باي شكل وكده. فالمهم انا قعدت، فقلت له ما ينفعش يا سياده الفريق اقول لحضرتك على الخبر. قال لا هتقول. المهم من هنا ده راح كمال بيه حافظ كان قاعد جنبه وعلى صوته، قال لا هتقوله، قال لا هنمنعك انك تخش النادي الاهلي. قلت له ما تقدرش. قال لي لا انا هقدر بنص، هنمنعك ليه؟ انت كده ضد النادي الاهلي وانت. المهم انا برد عليه وبتكلم، فاتكلم الكابتن صالح قال لهم تدخل بقى في اثناء الحوار. تدخل في اثناء الحوار، وده كان يعني كيرف مهم جدا بالنسبة لي، أو نقطة تحول مهمة جدا يعني في علاقتي بيه، وقيمة كقيمة بالنسبة لي كان شيء كبير يعني. المهم دخل قال لهم أنت بتحاسبوا الراجل ده ليه؟ أنتوا بتحاسبوا واحد بيأدي شغله بأمانة وأونست، بيأدي شغله بأمانة ومش عايز يفشي سر حد اداهوله، وده مورالي يعني اخلاقيا ده صح، هو موقفه اخلاقيا، عايزين يطلع ندل وجبان ويفشي بواحد مجرد ان يرضيكوا، وسايبين العيل اللي في مجلس الاداره اللي طلع الخبر. سكتوا، وبعدين كله تحول عليه. اللي رد كان الفريق مرتجي، قال له يا صالح ما عندناش عيال في مجلس الاداره. قال له يا ستف، قال له يا فندم الخبر طلع من مجلس الاداره، فاللي طلعه اكيد في عيل في مجلس الاداره. المهم بدأت بينهم يعني بدأ حديث دي بيت بقى بينهم، لا امال طلع منين، امال جه منين. انا خرجت بره الموضوع، بس حسيت ان هو كابتن صالح رسى مبدأ، رمالي طوق نجاة. حسيت ان انا واحد بيغرق، كل يعني كلهم يعني باصين لي شزرا يعني، ارتكب جريمه كبيره. طبعا جرايد كبيره وكلام من ده، وبعدين الفريق المرتجي وكمال حافظ مزنوقين في يعني يعني قدامهم في حاجه مش ظريفه بالنسبه للنادي الاهلي يعني. فكره الديالوج والحوار اللي حضرتك بتحكيه ده هي الفكره اللي عايز اوصلها للمشاهدين، ان الحرص على مصلحه النادي الاهلي شوفوا واصله لغايه فين. شوفوا واصله لغايه فين. هو اعتبر ان الخبر اللي طلع من مجلس الاداره ده في عيل في مجلس الاداره، فده كارثه كبيره. ودي مصلحه النادي اهم من اي شيء. دي كارثه كبيره. ويعني حتى لما اتكلمت معاه قلت له ايه يعني، طيب الاخبار والاهرام يا سيدي هيقللوا النشر، هم اللي خسرانين يعني، يبقى بيعاقبوا نفسهم مش بيعاقبوا الاهلي. عندك مباراه الاهلي وسانتوس ما تغطيش. قلت له في الحاله دي مش عقوبه الاهلي، ده يبقى بيعاقبوا نفسهم. وده مش هيحصل لان انا فاهم يعني ايه اللي هيحصل. المهم خلص الموقف ده. بس هنا هو بالنسبه لي يعني شفت جانب تاني من شخصيته، جانب الاونست يعني الشجاع اللي ممكن يعني اللي ممكن يغير موقفه مجرد انت توضح له يعني او تبين له زاويه تانيه من البتاع، فممكن ياخد موقف جيد جدا وتبان شهامته وموقفه اللي ممكن يبقى ضد ناس كتير جدا. وله في هذا مواقف كتير جدا ان هو وقف ضد جمهور الكوره كله، وقف ضد، وانا اعتقد حكيت قبل كده حاجات من دي، بس وما زال كتاب التاريخ. بس يبقى ان هو واحد من اهم رموز النادي الاهلي في تاريخه، واهم شخصيات النادي الاهلي في التاريخ. استاذ سعيد وهبه انا بشكرك شكرا جزيلا. دايما الوقت بيجري معاك بسرعه، ولما بنفتح صفحات وكتب التاريخ حلقه واحده ما تكفيش، ولا اثنين ولا ثلاثه، محتاجين، لان تاريخ النادي الاهلي كبير وعريق طبعا، ومحتاج شهور وسنين نقعد نحكي لجمهور النادي الاهلي. بس مواقف صغيره بتبين للناس قيمه ومكانه النادي الاهلي، وفعلا كلمه الاهلي فوق، جمله الاهلي فوق الجميع، او قيمه ومعنى نادي القيم والمبادئ. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك، انا بشكرك يا محمد جدا. بس انا ليا تعقيب بسيط على الاهلي فوق الجميع، دي مش تتصدر لبره، لا ده داخل النادي، داخل المنظومه، داخل النادي الاهلي بالظبط، كله يذوب في النادي الاهلي اكيد.
أكيد. شكرا لحضرتك ونلتقي على خير بإذن الله خلال الفترة القادمة في مناسبات ومواقف مهمة جدا من عمر وتاريخ النادي الأهلي. إن شاء الله. شكرا جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. فقرة كانت مهمة جدا بالنسبة لي كمان على المستوى الشخصي، استفدت من هذه المعلومات ومن هذه الكواليس المهمة في تاريخ النادي الأهلي وعمر النادي الأهلي. ودايما وأبدا النادي الأهلي مدرسة، النادي الأهلي مؤسسة تربوية، مؤسسة اجتماعية، رموزه عبر الأجيال وعبر التاريخ لهم مواقف بتدرس، ولغاية اللحظة دي هذه المواقف بتقال والناس بتمشي عليها عشان دايما النادي الأهلي يفضل موجود رقم واحد، مش في مصر ومش في الوطن العربي، لا ده كمان في القارة الإفريقية. إن شاء الله نلتقي معكم على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة، وإلى اللقاء.